شفنا قد ايه الدعم الكامل والكبير جدا لمنتخبنا الوطني اللي النهارده قدم عرض جيد جدا جدا في الشوط الثاني، يعني بالاخص والشوط الاضافي الاول والثاني، وبالتالي طبعا منتخبنا النهارده بيتالق بشكل كبير. عندنا ثقه دلوقتي في مجموعه كبيره من اللاعبين، كل الاسامي اللي احنا بنشوفها جديده وبتنزل بيبقى ليها دور، بيبقى ليها شكل، بيبقى ليها بصمه. النهارده مروان داوود، احمد رفعت، كل اللعيبه اللي شاركوا، حسين فيصل قبل كده وبيكمل، مروان حمدي النهارده، كل اللعيبه اللي تشترك لاول مره مع منتخبنا في هذه البطوله اعتقد ليها بصمه، وبصمه مؤثره جدا. وصول منتخبنا كمان للدور قبل النهائي اعتقد شيء مميز جدا، والمباراه القادمه امام المنتخب التونسي اعتقد هيبقى كمان ليها تاثير ايجابي في حاله الفوز ان شاء الله. ان شاء الله يعني اللي انا شفته النهارده من المنتخب، من شخصيه، من تغيير نتيجه، من التاخر بهدف ثم التقدم بثلاثه اهداف ونهايه اللقاء بالثلاث اهداف دي، اعتقد ان احنا شخصيتنا بقت باينه وواضحه، وواضح جدا كمان ان احنا عندنا الموضوع ده من زمان، اللي هي ايه بقى؟ ان انت لما بتبقى في دوره مجمعه بيبقى شكلك مختلف، اللعيبه بتتالف مع بعض اكتر، الامور بتختلف مع بعض اكتر، بتعرف زميلك بيتحرك ازاي وبيجري ازاي، المدرب كمان خلاص ابتدى يفهم ويعرف اللاعبين، والتغييرات كمان بتبقى مؤثره. بنشوف في البدايه ممكن بتبقى الامور في بدايه اللقاء والتشكيله ممكن تكون فيها بعض الامور اللي ممكن تكون فيها يعني الهزه شويه في الاداء، لكن بننهي بشكل جيد جدا في اللقاء، وده اللي احنا شفناه في المباريات اللي فاتت. والنهارده طبعا انت بدايه من بدايه المجموعات او المباريات في المجموعات في الاول كان الى حد ما قوه المنتخبات ما كانتش بالقوه الكافيه او تخليك تظهر او تشوف نفسك انت رايح فين وجاي منين، لكن هنا مع اخر مباراه في البطوله في الدوري المجموعات امام الجزائر ابتديت تشوف انت قوتك فين وتركيزك فين ولعيبتك عامله ازاي ومستواهم ايه ومحتاجين ايه. تخش بقى على منتخب مكافح زي النهارده المنتخب الاردني، صراحه كل التحيه ليهم، منتخب هايل. ما ننساش ان في يوم من الايام الكابتن محمود الجواري هو اللي حط حجر الاساس في تطوير الكره الاردنيه، وبالتالي يعني برضو المصريين ليهم يد في المستوى الفني اللي وصل بيه المنتخب الاردني في الوقت الحالي، وان هو يجابه المنتخب المصري المنتخب القوي والمنتخب الاقوى في الدول العربيه والمنتخب الاقوى في افريقيا، وبالتالي طبعا يحسب ليهم النهارده الاداء الفني والشكل العام من بدايه اللقاء والكفاح حتى الشوط الرابع. وبالتالي يعني النهارده كان يوم حلو في الاخوه، كان يوم حلو في المكسب لمنتخبنا الوطني وفرحه المصريين في الدوحه، وفرحه المصريين ايضا في مصر ان منتخبهم من بعد التاخر بيرجع، ودي زي ما بقول لكم بتبقى حاجه صعبه ومش سهله في ظل طبعا ان انت يعني بتلعب منتخبات قويه ومنتخبات ليست سهله، وهنا دي اعتقد الشخصيه ابتدت تبان لمنتخبنا، وان كان طبعا المنتخب هنا بيجهز نفسه للفتره القادمه. طبعا خليني بس اقول لكم التشكيله ونتكلم مع بعض عن التشكيله النهارده ان شاء الله الجزء الثاني من الحلقه بعد الفاصل. هيكون معايا طبعا كباتن مصر كابتن رضا عبد العال، كابتن سمير كمونه، كابتن محمود ابو الدهب، هنتكلم على الجزء الفني واللي دائما بيبقى ليهم وجهات نظر مختلفه في التحليل الفني للمنتخبات في المباريات الخاصه بالمنتخب وايضا الدوري الممتاز. محمد الشناوي النهارده ابتدى، يعني عايزين نطمن عليه طبعا، النهارده اشتكى من العضله الخلفيه في اخر اللقاء كده، ان شاء الله تبقى خفيفه ما تبقاش فيها اي مشاكل بامر الله. احمد فتوح، احمد ياسين، محمود الونش، عمر كمال عبد الواحد، عمرو السليه، حمدي فتحي، احمد سيد زيزو، حسين فيصل، مروان حمدي، ومصطفى فتحي. طبعا التغييرات اللي بعد كده واللي كان ليها تاثير ايجابي بشكل كبير، نزول محمد شريف، نزول مهند لاشين، نزول محمد مجدي قفشه، الحمد لله النهارده برضو لما نزل غير الشكل، برضو اللمسه الفنيه للعيب زي قفشه بيخلي الوصول للمرمى افضل واسهل واحلى وايضا اكثر تاثيرا بشكل ايجابي على المرمى. ايضا مروان داوود صاحب احمد رفعت طبعا، ومروان داوود الاثنين صحاب الهدفين الثاني والثالث، ومعاهم محمد عبد المنعم كان في الدقيقه 106، وبالتالي طبعا التغييرات كان ليها اثر ايجابي ونهايه اللقاء كان ليها شكل مختلف للقاء. انا زي ما باكد وبقول كل التقدير والتحيه للمنتخب الاردني الشقيق اللي بذل مجهود كبير جدا في اللقاء، وابتدى
ويعني فاجئ المنتخب المصري بهدف وفاجئ المنتخب المصري بادائه لولا محمد الشناوي اللي طبعا ساجد امامكم على الشاشه في بعض الكرات الخطيره جدا من تسديدات للمنتخب الاردني كانت ممكن تبقى اهداف، لكن تصدى ليها محمد الشناوي ايضا القائم والعارضه تصدوا ايضا لهدف محقق للمنتخب الاردني، وبالتالي طبعا كان في زي ما نقول ايه ساعه صفر لمنتخبنا في التحول الى الشكل الهجومي والتهديف في المباراة، وبالتالي طبعا الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف واحد بعد طبعا انتهاء الشوط الأصلي ثم الوقت الإضافي الأول والثاني، وبالتالي فوز منتخبنا والوصول إلى الدور قبل النهائي لملاقات المنتخب التونسي إن شاء الله يوم الأربعاء. هتكون المباراة الساعة 5، هنكون طبعا منتظرين هذه المباراة، هنشجع منتخبنا، هنساند منتخبنا، ودائما زي ما انتم شايفين كده في فرحة وبهجة موجودة لكل الفرق المتواجدة وكل الجماهير المتواجدة في الدوحة عشان متابعة هذه المباراة. عايز اقول لكم بس مباراة الامس او الان او احنا بنتكلم حتى الان الشوط الاضافي الاول بيتلعب للمنتخب المغربي والمنتخب الجزائري، وانتهى الشوط الاصلي بالتعادل الايجابي 1-1. طبعا في انتظار هذه المباراة القوية منذ بدايتها، لو كنا متوقعين ان يبقى الماتش فيه حماس وفيه قوة وده ظاهر في هذه المباراة، حتى الآن التعادل الإيجابي 1-1 وفي الشوط الإضافي الأول. امبارح كان في مباراة تونس واللي وصلت واللي هنقابلها إن شاء الله وفوز على سلطنة عمان 2-1، مباراة قوية زي ما بقول لكم، مجموعة من اللاعبين المميزين اللي هم حتى لو احنا بنتكلم على منتخب للمحليين، مجموعة اللاعبين اللي بيلعبوا في مش المحترفين في المنتخب التونسي مجموعة هايلة جدا. عجبني جدا لاعب في المنتخب التونسي صغير 18 سنة اسمه حنا بعل، واحد لعيب هايل جدا ده، اعتقد يعني اللي امامنا شاشة ابو شعر ده يعني مستر كروش يا لازم يكون واخد باله من هذا اللاعب، لانه زي قفشة نفس اسلوب قفشة هو اللي بيلعب المنتخب التونسي، وبالتالي ان شاء الله في المباراة القادمة لازم برضو يبقى في رقابة على هذا اللاعب اللي بيتحرك في كل حتة ولاعب سهل في لعبه، بيباصي وبيتحرك وبيدافع، عنده كل القدرات ولعيب صغير وبالتالي عنده الحركة هايلة جدا جدا في المباراة. فتونس كسبت 2-1 سلطنة عمان، ومفاجأة كبيرة جدا للديربي الخليجي ما بين قطر والإمارات وفوز 5-0 على منتخب الإمارات اللي الأمور كانت صعبة بالنسبة له. ممكن احنا بنتكلم في شوط أول 5 أهداف واللقاء بعد كده بدون أهداف، أو الشوط الثاني بدون أهداف، وهنا المنتخب القطري يعني فرحة عارمة بيلعب على أرضه جمهوره، شفنا عدد المتفرجين وعدد الحاضرين في هذه المباراة كان عامل إزاي، أعتقد ده أقصى عدد وصل للجماهير في استاد من استادات الدوحة قبل كده، والنهاردة أو امبارح كان يعني فرحة كبيرة للجماهير وبوجودها بالشكل ده ومنتخبها وفوزه بفوز كبير على المنتخب الإماراتي 5-0. طيب خلينا نروح لأستاذ أحمد أستاذ عبد الفتاح من الدوحة ونطمن على لعبتنا ونطمن ما بعد اللقاء وفرحة الفوز شيء مهم جدا، وأهم طبعا بالنسبة لنا هو الاطمئنان على لعبتنا اللي يمكن في أنباء عن إصابتهم سواء حمدي فتحي أو محمد الشناوي. أستاذ عبد الفتاح تحياتي ليك. أهلا بك كابتن فاروق، مبروك طبعا، مليون مبروك للمنتخب النهاردة التأهل لنص النهائي، يعني بنقترب خطوة خطوة اهوت إن شاء الله من الكاس، فاضل خطوتين نص النهائي والنهائي إن شاء الله، وربنا إن شاء الله تكمل على خير إن شاء الله. بس الإصابات مش عارف كل مباراة لازم بنطلع بإصابة أو اثنين يعني للأسف الشديد، فطبعا هو لسه ما موضوع انت بتتكلم حضرتك على الإصابة، هو لسه بكرة المفروض الشناوي وحمدي فتحي الاثنين هيعملوا إشاعة، ويعني بس غالبا يعني الشناوي لأن أنا شايفه حتى هو خارج ومكلمه في الميكس زوني يعني ما قال ان شاء الله الاطمئنان، بس لكن اعتقد حمدي فتحي يحس ان هو يعني تشعر كده كانه هو ممكن ما يغيب يعني ما اعتقدش لان الاصابه بتاعته يمكن مبدئيا هو حمدي شد برضو الاثنين شد في العضله الخلفيه، حمدي فتحي شد في العضله الخلفيه والشناوي لا الشناوي الم في الفخذه يعني الشناوي الم في الفخذ، لكن حمدي فتحي اصيب بشد في العضله الخلفيه فاظن انه صعب ان هو يلحق بالشكل ده يعني. فلكن بكره طبعا هتتحدد بشكل رسمي اذا كان هيغيب ولا لا، وحتى حجازي برضو المدرب في المؤتمر النهارده برضو قال ان احنا بنحاول نستعيده، بس من الواضح برضو ان هو
يعني حجازه صعب برضه يلحق المباراه. هي بقول لحضرتك يا ابن الفاروق يعني البطوله طبعا انت عارف عشان مضغوطه على الكل يعني مش على منتخب مصر بس. يعني حتى منتخب الاردن النهارده اللي كان بيلعبنا عنده 6 لعيبه برضه خارجين اصابات وكورونا وعندهم لاعب اهم لاعب عندهم كان يزن العرب برضه غايب للاصابه اتصاب في اخر مباراه ليهم قدام فلسطين. فالضغط الظاهر تقريبا يعني المباراه البطوله الجدول بتاعها مضغوط شويه فده بيأثر طبعا اكيد على اللعيبه والله المستعان يعني. طب كلمنا على فرحه الجمهور يعني النهارده والشكل العام النهارده وبدايه اللقاء وتقدم المنتخب الاردني وانتوا قاعدين كده كصحفيين والجماهير المصريه كانت يعني الكلام وطبعا بيبقى في حديث ما بين الجمهور وبعضه والصحفيين وبعضهم المصريين واللي بيتابعوا يعني بيغطوا الحدث. هل كان الثقه موجوده للعوده مره اخرى للمباراه وكنتوا شايفين المنتخب الاردني تفوقه في اول الشوط بالذات يعني احنا بنتكلم 40 دقيقه تقريبا المنتخب الاردني كافح وكان هايل جدا. اتكلمتوا عن هذا الوقت ايه او قلتوا في الوقت ده ايه؟ هي المباراه طبعا كانت في ملعب الجنوب في الوكره طبعا واحنا قاعدين كلنا بالاستثناء يعني كنا حاسين ان منتخب مصر هو الاردن والاردن هو مصر يعني مع احترامنا الشديد طبعا لمنتخب الاردن لكن فرق كبير خالص يعني حتى عدنان حمد نفسه في المؤتمر الصحفي امبارح قال طبعا عدنان حمد المدرب العراقي الكبير اللي هو مدرب منتخب الاردن قال احنا حققنا في المؤتمر امبارح قال احنا خلاص بوصلنا للدور ربع النهائي احنا حققنا هدفنا بعد كده بقى هنجتهد تيجي زي ما تيجي يعني لكن احنا هدفنا كان الوصول لربع النهائي وده اتحقق بالفعل وخصوصا في ظل بقول لحضرتك الغيابات والمشاكل اللي عندهم يعني وترتيبه منتخب يعني في الترتيب حتى بعيد عننا جدا جدا يعني فطبعا كنا قاعدين كلنا يعني بنتفرج على مباراه ثانيه حتى بقى الحديث كمان ان احنا حديثنا ان انت كنت فرحان ان انت طلعت اول عشان تهرب من مواجهه المغرب طبعا المباراه اللي شغاله دلوقتي مباراه قويه جدا طبعا بين المغرب والجزائر الليلي جاب جول دلوقتي بقت 2-1 على فكره يا اسامه فتاح مظبوط فانا بقول لحضرتك ان احنا بقى الحديث كله ان انت استسهلت كان انت استسهلت الاردن فاكتشفت انه لا ده الاردن انت بتلعب مباراه مش سهله خالص يعني الى حد ما طبعا الشوط الاول هم كانوا شبه مسيطرين وده السؤال برضو اللي اتساله كروش في المؤتمر وقال ان انا بقى لي 40 سنه انا مش عايز اقول بقى ان انا اللي سالت السؤال عشان الكابتن رضا ما يقولش الموضوع الثاني اتفضل فقال برضو انا بقى لي 40 سنه في المهنه في التدريب بحب دايما ان انا ابتدي بشكل افضل لكن مش دايما ده بيحصل بقول انا ببقى حريص فعلا ان انا ابدا المباراه بنكون شكلنا جيد ونكون بشكل افضل صحيح. لكن مش دايما بيحصل لكن قال الاحسن بيقول بالنسبه لي يعني انك تنهي كويس ان انا ابدا زي ما حضرتك بتقول كده ان انا ابدا وحش ممكن ابدا وحش لكن الاهم والاحسن ان انا انهي كويس بس احنا بنتكلم والله في الكوره ويمكن كابتن رضا والمقصود ان احنا دايما حتى لو انت بتقول انك يعني اهم حاجه تنهي ما انت ما تضمنش البدايه عندك تبقى عامله ازاي وبالتالي الامور بتجري في كره القدم كده يعني فلازم تبتدي كويس وتنهي كويس لكن مش في كل مره هتسلم الجره هي دي النقطه طبعا النهارده احنا بنفنش تفنيش كويس ولكن في ليفل اعلى الامور هتبقى صعبه ان شاء الله يعني كل التوفيق للمنتخب خصوصا في مباراه النهائي نص النهائي كابتن فاروق كمان لما قابل تونس السيناريو اللي حصل النهارده ده مش لازم يحصل في سيناريو في مباراه تونس صحيح لان تونس مباراه طبعا هتبقى اقوى وهتبقى اعنف وتونس لو تقدمهم ممكن انت ما تقدرش بسهوله ترجع تاني للمباراه ممكن يعززوا بهدف اول وثاني فالامور تتصعب اكتر انا متفق معاك تماما هو حتى برضو كروش اتسال على موضوع تغيير مراكز اللعيبه يعني في لعيبه كتير مش بتلعب في مراكزها كابتن فاروق طبعا اكيد صحيح عارف زيزو مثلا محمد شريف يعني هما بس بقوا يمين يخلوهم شمال شريف ما بيلعبش في مركزه فقال ان انا بلاعب اللعيبه في الاماكن اللي المنتخب بيحتاجها مش بلعبهم بناء على مراكزهم في اندياتهم انا بلعبهم في المنتخب مثلا نقول سي محمد المنتخب محتاج شريف يلعب وما يلعبش مهاجم صريح يعني لانه يعتمد طبعا على مروان حمدي كمهاجم ما دي برضه علامه استفهام عدم الاستعانه بمحمد شريف في البدايه برضه بتبقى انا بقول لحضرتك ان هو بيقول
هي ده اجابته يعني، قال انا بلاعب اللعيبه في الاماكن اللي المنتخب محتاجها، في المراكز اللي في المراكز اللي المنتخب محتاجها، مش بلاعبهم في بناء على مراكزهم في انديتهم، انا ببقى محتاج لاعب معين في مكان معين، فبشوف ان هو يقدر يؤدي الدور ده في حدود الاوراق او اللعيبه المتاحه ليه، فبيبقى هو كلامه يعني هو بيبقى ساعات بيبقى مجبر ان هو يلعبهم في الاماكن دي عشان يسد بناء على الخطه طبعا اللي هو حاططها او طريقه طيب اللعب. قول لي استاذ فتاح بقى يعني التفاصيل خاصه بقى بالمنتخب ان شاء الله المباراه يوم الاربعاء. طبعا ان شاء الله الامور هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه لهم؟ الاربعاء هتبقى برده الساعه 6 بالتوقيت نفس اللي هو 6 بالتوقيت 5 بتوقيت مصر طبعا. وهتبقى طبعا قدام تونس، وعايز اقول لك برده ضغط كبير جدا 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 لا تتخيلوا على تذاكر المباراه. صحيح. المصريين كلهم عايزين يحضروا المباراه، وطبعا حتى احنا شفنا مباراه امبارح اللي هي بين تونس وعمان، تونس وعمان وقطر والامارات، كان برضه حضور جماهيري كبير جدا الاثنين الصراحه. الصراحه البطوله نجاحها كبير جدا بحضور الجماهير فيها، يعني اعتقد لاول مره يعني قطر بيحضر عدد من الجماهير بالشكل ده. بالظبط، هم اعلنوا على الرقم طبعا لانه الرقم كان كبير 63000 وشويه 490 او 400 حاجه زي كده، كان طبعا رقم ضخم ما حصلش اول مره يعني في السابقه تحصل. طبعا طبعا انت عارف يعني الاجواء، يعني الناس بتندمج او بتتحمس كل يوم عن يوم للمباراه بسبب الاجواء، والاجواء طبعا رائعه يعني، فالناس بتتحمس وبتبحث عن التذاكر. وكل ما المنتخبات الكبيره بتوصل للمراحل اللي بعد كده الامور كمان يعني اكيد بيبقى ليها اقبال كبير. استاذ فتحي انا بشكر حضرتك. برضه هم اعلنوا بشكل رسمي اتفضل من مباراه نصف النهائي، لو انه ما بيطبعوش بساعه الاستاد كله بيطبع ب 75% بس، هو بيستثني بس ماتشات قطر اللي بيطبع لها 100% لان طبعا البلد المضيف. واستثنى برضه ماتش مصر والجزائر طبعوا برضه 100%، لكن من نصف النهائي والنهائي طبعا قال هنطبع بساعه الاستاد كله، فغالبا يعني هي هتبقى في شويه برضه تذاكر اكتر متاحه ان شاء الله. الماتش ان شاء الله نتمنى الماتش اللي جاي يبقى ماتش جميل فنيا، وطبعا يعني نتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني ووصول المباراه النهائيه. احنا بشكرك استاذ عبد الفتاح، طبعا استاذ عبد الفتاح احمد من قطر من الدوحه، وكلامه عن المنتخب واطمئناننا على لعيبتنا والشكل الفني ما بعد اللقاء وتصريحات مستر كوش. لكن في الاول وفي الاخر واحنا قبل ما نطلع لكاس العرب واحنا بنتكلم بنقول احنا رايحين استعداد، لكن جوانا وجوه اكيد كروش هو الفوز، عايز يهمه الفوز. لما تبقى مع المنتخب وبتحمل وبتحصل على بطوله بتفرق كمان الدفع المعنوية للاعبين، وبتفرق كمان الدفع المعنوية من الجمهور للجهاز الفني واللاعبين المتواجدين في الوقت ده، وهنا اكتشافات جديدة للاعبين. ويحسب لمستر كروش حتى الآن بعض اللاعبين اللي بيصر على تواجدهم وإشراكهم. النهاردة بنتكلم على مروان داود، بنتكلم على أحمد ياسين، بنتكلم على أحمد رفعت، اللي أنا عندي معلومة يعني أحمد رفعت صراحة يعني لعيب هايل، واحنا بنقول دايما ليه ما بيلعبش من البدايه؟ لو انت محتاج ناح طرف شمال او جناح ايسر، ما احمد رفعت بيقدر يعملها وبيشتغل فيها، ونزل واحرز هدف قبل كده، والنهارده بينزل وبيحرز هدف التقدم بالنسبه لك. وبالتالي طبعا الامور بالنسبه لاحمد رفعت هايله جدا، لعيب كويس، لعيب مميز، كان في الزمالك ويعني انتقل او مشي من الزمالك يعني بالرغم زي ما بقول لكم ان هو واحد من اللاعبين المميزين في الدوري المصري في الوقت الحالي. الوحيد اللي يمكن من منتخبنا الوطني عنده رصيده هدفين، وده في حد ذاته طبعا حاجه تحسب له بشكل كبير. انا عندي معلومه ان احمد رفعت فيه اهتمام كبير جدا جدا من النادي الاهلي في الفتره القادمه باحمد رفعت، يعني في الحقيقه يستحق، واحد من اللاعبين المميزين، واحد من اللاعبين اللي عندهم امكانيات فنيه ومهاريه، ويقدر يلعب كمان في اكثر من مركز، ما بتكلمش الطرف بس شمال، ده يقدر يشتغل كمان لو قفشه في حاجه، يعني لو قفشه حصل ظرف طارئ بعيد عن مستوى تعب اي حاجه، بيقدر احمد رفعت يقدر يشتغل بالمنطلق ده او في الحيز المكان بتاع قفشه، ولانه عنده المهارات وعنده الرؤيه وبيعرف يباصي بشكل جيد. وبالتالي طبعا اهتمامات كبيره من النادي الاهلي على احمد رفعت. ده بس حابب بس كنا نقول الامور الخاصه باللعيبه والشكل الفني واللاعبين اللي ممكن يكونوا تألقوا. مش عايزين ننسى مهند لاشين، مش عايزين ننسى محمد عبد المنعم، نزل النهارده وظهر، بنشوف اسامي جديده، بنشوف اسامي حلوه، يعني انا مبسوط
وكلنا مبسوطين ان بتشوف اسماء جديده، واللاعبين دي كمان بتدي ثقه للاعبين اخرين موجودين في مصر في الدوري المصري ان هم عندهم فرصه، عندهم فرصه. دي حاجه اعتقد بشكل كبير تحسب لكروش والجهاز الفني انه ادى الفرص لبعض اللاعبين او الاسماء اللي ممكن تكون متواجده خارج الاهلي والزمالك. انا بتكلم على لاعبين محليين، وبالتالي طبعا الامور بالنسبه للاعبين ده وضع طبيعي، لكن اللي بره الاهلي والزمالك بتبقى الامور بالنسبه لهم بيحسوا، انا بتكلم بيحسوا ان الامور بالنسبه لهم صعبه، لكن مع كروش سهلها بشكل كبير او قال لهم انا موجود عشان ادي كل واحد حقه، ومفيش نادي مفيش نادي ممكن يبقى حكر عليه اللاعبين في المنتخب. ده هدف احمد رفعت نجم اللقاء النهارده وصاحب الهدف التاني، وبالتالي طبعا مبروك لاحمد رفعت هدفه وتألقه في المباريات اللي فاتت ومباراه اليوم. طيب عندي بعض التصريحات الخاصه، وكان استاذ عبد الفتاح بيتكلم على تصريحات مستر كروش، انا بس عندي برضو بعض اللاعبين ان يعني التصريحاتهم وما بعد اللقاء، وبتبقى حاجه حلوه فكره الفوز للاعبين، بتبقى حاجه يعني جميله. عايز اقول لكم برضو اللاعبين دي بقى لهم فتره ما بيلعبوش وسط الجمهور، والحاله دي الحاله دي يمكن الواحد الحمد لله عاشها في وقت من الاوقات، واللاعبين دول في وقت من الاوقات بقى اتحرموا منها واتظلموا ان هم ما يعيشوش الاجواء دي الا في بعض المباريات اللي ممكن تكون مهمه جدا، وبالتالي مجرد الفوز بالشكل ده ومنتخب بلدك واسم بلدك بيترفع والنشيد الوطني وبتحقق فوز وجمهورك فرحان، وانت حتى بتبقى سعيد قوي، حاله السعاده اللي عند اللعيب ان مفرح بلدك ومفرح اهلك في مصر ومفرح الجمهور اللي موجود في الاستاد، دي بتبقى شيء جميل جدا. اعتقد ان ده بيدي برضو استمراريه في حالات الفوز، وانك عايز تشوف الفوز ده يعمل اكتر ويفرح جماهيرك ازاي، يعني حاجات كتير جدا جدا بالنسبه للاعبين. بالنسبه لقفشه اتكلم قال ان هو طبعا سعيد عن بالفوز وسعيد بالشكل العام بالنسبه للمنتخب، وبيقول انا لو ب1% اقدر اساعد المنتخب واللعيبه ده يهمني جدا ان انا ابقى موجود بالشكل ده، وان ابقى بشارك دايما مع منتخب مصر واشارك في الفوز اللي بيحققه المنتخب الوطني. يمكن هو كان عنده شد في العضله الاماميه، لكن الحمد لله الامور بالنسبه له احسن. ايضا محمد شريف بيتكلم على قوه المنتخب الأردني وأمله في الحصول على اللقب من خلال طبعا الفترة القادمة واجتهاده في الفترة القادمة. طيب خليني بس عشان أنا يعني يهمني التحليل الفني مع نجومنا، اللي أنا بشوف النهاردة هيبقى تحليل فني يعني لمنتخب مصر بالشكل الفني اللي احنا شفناه الشوط الأولاني 40%، أنا بشوف ال 40 دقيقة الأولانية للمنتخب الأردني كانوا قوي جدا وأداء قوي جدا من المنتخب الأردني، ولكن طبعا الخبرة والقوة والإمكانيات الخاصة باللاعبين مختلفة بشكل كبير، وده بحكم التاريخ وحكم لعبة كرة القدم زي ما قلنا كده من زمان في مصر هي الأقوى والأعرق. احنا قلنا ان احنا كان لينا يعني مساهمة كبيرة جدا في كرة القدم الأردنية عن طريق الكابتن الكبير المرحوم الكابتن محمود الجوهري في يعني وضع حجر اساس لتطوير الكره الاردنيه، والصراحه ما شاء الله الشكل الفني النهارده مستر كروش هو بيتكلم حتى يقول لك كره الاردن شبيهه بالكره المصريه بشكل كبير، وبالتالي طبعا ده بيوضح ليه السبب هي شبيهه شويه للكره المصريه نتيجه وجود بعض الخبرات الكبيره بالتواجد في الكره الاردنيه. هطلع لفاصل، مستقبل نجومنا النهارده في الاستوديو كباتن مصر كابتن رضا عبد العال، كابتن كمونه، كابتن ابو الدهب، نتكلم طبعا على الفوز الحلو والجميل لمنتخبنا الوطني والوصول للدور قبل النهائي في بطوله كاس العرب ان شاء الله بالدوحه، ان شاء الله نتمنى تبقى بطوله مصريه بامر الله من خلال اداء وقوه منتخبنا في المباريات القادمه ان شاء الله. فاصل ونكمل مع حضراتكم. تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب بالدوحة بعد ما حقق فوز صعب على الأردن ب3 أهداف مقابل هدف في المباراة اللي جمعتهم باستاد الجنوب ضمن منافسات ربع نهائي البطولة ليواجه منتخب مصر نظيره التونسي الأربعاء المقبل في نصف النهائي. انتهى الوقت الأصلي من عمر مباراة مصر والأردن بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليلجأ الفريقين للوقت الإضافي، ونجح أحمد رفعت في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 99 قبل ما يضيف مروان داود الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة 120 من عمر اللقاء.
وألغى الحكم الهندوراسي ركلة جزاء احتسبها لمنتخب مصر في بداية الشوط الإضافي الأول لصالح زيزو بعد عرقلته من حارس الأردن يزيد أبو ليلى. المنتخب المصري كان تمكن من التأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة بعد تعادله في المباراة الأخيرة المثيرة أمام الجزائر بهدف لكل فريق، ولكن الفراعنة تأهلوا بسبب قانون اللعب النظيف. على الجانب الآخر، المنتخب الأردني وصل لربع نهائي البطولة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط. تمكنت تغييرات البرتغالي كارلوس كروش المدير الفني لمنتخب مصر من إحداث الفارق للفريق أمام منتخب الأردن، وهو الأمر اللي ظهر في الشوط الثاني وحتى نهاية الوقت الأصلي والإضافي، فسيطر الفراعنة على مجريات المباراة بجانب تراجع المعدل البدني للنشامة. كروش أحكم سيطرته على اللقاء بفضل خبرته التدريبية، وأظهر قوة وشراسة في المباراة منذ الشوط الثاني بجانب تغييراته اللي تسببت في تأهل المنتخب الوطني لنصف نهائي كأس العرب. تاريخ الكرة المصرية دائما عامر بالإنجازات والفوز في كل المناسبات، وده أكيد احنا شايفينه النهاردة. احنا بنكسب وعندنا أمل لتحقيق هذا اللقب في ظل الهدف الأول، وهو الاستعداد وتهيئة اللاعبين للفترة القادمة سواء لبطولة الأمم الأفريقية أو حتى إن شاء الله المباراة الفاصلة للوصول لكأس العالم إن شاء الله هتكون في مارس. وزي ما بنقول دايما الفرحة من خلال الفوز هي الأهم، عشان كده النهاردة وانت بتستعد بتفوز بتفرح، ده حاجة حلوة. النهاردة الجمهور مبسوط، احنا مبسوطين، محللين هتلاقيهم مبسوطين، الوضع بالنسبة للشكل الفني هتلاقيه كمان في تحسن، لأن احنا داخلين في مرحلة زي ما بنقول كده نقطة التوليف ما بين اللاعبين بقى موجود بشكل أكبر. خلينا واحنا بنتكلم على المباراة النهاردة وحتى الآن المباراة يعني الساخنة جدا جدا، المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري، واحنا في الاكسترا تايم التعادل الايجابي 2-2، الجزائر بتحرز هدف تعادل للمغرب، ثم الجزائر بتحرز هدف ثاني التعادل ايضا للمنتخب المغربي، يعني منتخبين من المنتخبات الاقوياء جدا في هذه البطوله. وزي ما بقول لكم فكره انك كنت الماتش اللي فات عايز تطلع اول، يعني اعتقد ده كانت فكره مهمه جدا، وانا زي ما بقول انت بطل وايا من يعني اي كان مين هتلاعب مين لازم تكسبه، لكن في وقت من الاوقات لازم يبقى عندك شويه تفكير في اللي جاي، ايه الاسهل والطريق الاسهل انك تطلع اول عشان ما تقابلش المنتخب المغربي القوي. اعمل كده، وده اللي حصل، انك طلعت اول، وطبعا الحمد لله انها يعني جت بشكل معين كده، هو اللعب النظيف عشان تبتعد عن المنتخب المغربي القوي، وبالتالي طبعا بتسهل لك الامور للمباراه النهائية. خلينا نرحب بضيوفي النهارده، نتكلم على مباراه اليوم ونتكلم على مباراه تونس والمغرب او الجزائر والمغرب اللي شغاله، مباراه الامس مباراه تونس وسلطنه عمان، وايضا مباراه قطر والفوز الكبير على المنتخب الاماراتي 5-0 من خلال نجومنا النهارده ونجوم الاستوديو التحليلي ونجوم البريمو الدائمين كابتن رضا عبد العال، كابتن كمونه، كابتن محمود ابو الدهب. كابتن رضا برحب بيك. كابتن رضا حبيبي يا رؤى، نور نورك حبيبي يا كابتن، دايما بنسعد بيك والله، بنستمتع بيك دائما كده، منورنا دايما دايما، ربنا يخليك. كابتن الذهب حبيبي يا روق، نور حبيبي يا فروق، ربنا يخليك حبيبي، نور. كابتن كمونه نجمنا يا فروق، ايه الاخبار؟
فانكي خالص. منور يا روح. عايز كمون يا عايز نمبر 5 ده بتاع المانيا ده. خلي بالك كازو سلاوتن المانيا. خلي بالك كمونه ده مخفف جدا على فكره. انا ماسك نفسي بس عشان الكابتن رضا قاعد. لا ما هو بص انتوا الثلاثه بتقولوا علينا مسرح مصر. لا 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 بقول لك كده. لا لا انتوا احسن يعني انتوا من افضل لعيبه الكوره اللي انا شفتهم. انا طلعت في جيل ما شاء الله كان جيل للنادي الاهلي كان جيل هايل خفه دم احترام يعني قدوه للاعبين في الصراحه في الوقت اللي كنتوا فيه يعني كنا بنستمتع بيكم. رجوله ورجوله طبعا دائما لعيب النادي الاهلي اللعيبه بتطلع دائما عندها المسؤوليه كابتن طبعا غير الشخصيه الموجوده والشعبيه الكبيره لدى الجماهير كمان والشعبيه دي كابتن ما بتجيش من فراغ بتيجي طبعا من ان انت عندك مصداقيه وعندك فكره كمان الحاله الفنيه وانك لعيب كبير وبالتالي في نفس الوقت الناس لازم اما لعيب كوره بيطلع لحلل ساعات في وقت من الاوقات اللي يقول للناس يقول لك انت ايه لا انا لعيب كوره وفني يا فاروق وفي اوقات كابتن الكلام بيتحقق على الارض الواقع وبالتالي اللي مجنن الناس ان انت باقل الامكانيات وما شاء الله عامل حاله ما شاء الله الناس هتتجنن كابتن كبار كابتن كابتن رضا كابتن انت عارف يا فاروق يمكن عايز اقول لك احنا كان نخرج بره التاكو شويه لكن خلي بالك احنا لما بنتفرج على الماتشات والله العظيم احنا بنقعد مع الناس اللي هم الغلابه اللي هم في الكافيهات او في القهاوي اللي بيتكلموا كوره فانت بتتكلم بالطريقه احنا بنتكلم في الشعب كله كابتن خلي بالك انا فاروق عندما بتفرج على الماتش النهارده بتاع مصر والاردن اقسم بالله انا قاعد بتفرج انا واولادي انا نطيت بعد الجون اللي جابه بعد ما تعادلنا وقلت لو احنا جبنا جون قبل ما الشوط الاولاني ينتهي ده هتديك ثقه كبير جدا وده اللي حصل لكن انت بتتمنى ان مصر تكسب متمنى ان اللعيبه كلها يبقوا نجوم لان خلي بالك كمان ان الاستاد النهارده كان متقفل يعني في قطر كان متقفل الجماهير دي اللي موجوده يعني عاوزين يكسبوا لان الحاجات دي انت عارف لعبت مع اي دوله عربيه فاكيد بيبقى في حساسيه كبيره انا في الاول وفي الاخر بقول لكم ان حب الناس ده كابتن محدش يشتريه طبعا اتفرج على كابتن مصر حب الناس وحب الترندات وكابتن كابتن ابو الدهب ما بيجيش كده من الجانب من الترندات والله العظيم ما حاطينها في دماغنا والله بتيجي لوحدها بص الترندات دي بتيجي من حب الناس ومصداقيتنا ليهم فبيتفرجوا عليك يعني دلوقتي مثلا انت دلوقتي شغال في كام برنامج شغال في وقتك كتير احنا نجعب حد كابتن احنا شغالين واللي احنا بنقوله بتقوله انت شايفه وانا احنا في الاول وفي الاخر انت نجم كبير كابتن ابو الدهب نجم كبير كابتن كمونه نجم كبير وليك وجهه نظر فنيه فقط لغير انت ممكن تكون بتقولها بطريقتك يا كابتن البسيطه كابتن كمونه بيقولها بطريقه مختلفه طب. كابتن ابو الدهب بيقولها بطريقه مختلفه تماما وبالتالي انت بتجتمعوا عن كل واحد ليه شخصيته في عمليه التحليل وانا مثلا بقول لاهلي ان الدنيا ترند ولا الناس اصلا بتبقى قاعده مستنيه وعارفه ان في برامج تانية شغاله بس هم عارفين ان هنا في مصداقيه اكتر في رؤيه اكتر في فهم اكتر يلا لا 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 احنا بنحترم كل الناس كابتن طبعا الدنيا. طبعا كله بيعمل شغله وكله بيعمل هدفه وبالتالي كل واحد بس احنا اللي بناخد الترند وبالتالي حاجه كمان يا فاروق برضو يعني تعقيبا برضو الكلام من كابتن رضا وكابتن محمود احنا يا جماعه مش ضد حد احنا مع الصالح العام وبنتكلم تقييم لعيب لمباراه ما بنقولش على حد وحش او حد حلو لا احنا بنتكلم على تقييمك للمباراه وعشان مصلحه مصر بالظبط يعني صب كل ده أكيد. للمنتخب طيب. لمصلحه المنتخب. لمصلحه مصر والانجاز اللي حصل كابتن والتاهل للدور قبل النهائي تقييمك وتعليقك على التاهل للدور قبل النهائي وطبعا مباراه تونس ان شاء الله القادمه هنتكلم عليها في الفتره القادمه طيب انا هقول لك بمنتهى الامانه وطبعا في ناس كتير هتقول لك ده بدا يغير لهجته والكلام ده الكلام ده مش عندي عشان بس الناس انا عارف لا انا عارف انا متاكد واخد بالك النهارده من احسن المرات اللي الراجل يحط فيها تشكيل من احسن مرات باستثناء مروان انا بكلمك بمنتهى الامانه برغم ان هو جاب مروان حمدي يعني هو يعني انت عايزك كبدايه لا اصل بص انا عايز اصل النهارده ماتش يا تكسب يا تخسر مفيش فيه اسم على اتنين يعني مش مثلا تتعادل توصل للدور اللي بعد كده لا انت تكسب فانا عشان اكسب التشكيل اللي انت عامله تشكيل هجومي كويس بس ينقصه محمد شريف محمد بقى شريف. محمد شريف لما دخل في القلب جوه لا بانت خطورته بانت تحركاته والجون اللي هو عمله لاحمد رفعت لا استلام خد يعني جاي من الحته بتاعت الراس حربه وخد ناحيه الرايت وخد الراجل وقام جاي مرقصه ورفع عينه وقام جاي حاططها لاحمد رفعت طب ليه من الاول الكلام ده انما هو كبدال التشكيل وانا برضو يعني في حاجه في الوقت اللي قفشه مفروض ينزل فيه في وجود مصطفى فتحي
مصطفى خرج لان الوحيد اللي كان بيناور الشوط الاولاني كان هو مصطفى فتحي على الجون يا كمون، كان هو الوحيد اللي بيناور، واخد بالك؟ لا انا كنت عايزه مع وجود بقى قفشه، مع وجود محمد شريف، انت قصدك اللعيبه الحريفه اللي انت بالظبط كده. بس هل ممكن دول يبقوا مفيدين في وقت واحد يا كابتن؟ ايوه انا عندي بص انت مين اللي كان بيروح على الجول الشوط الاولاني؟ بص الشوط الاولاني احنا وحشين جدا الشوط الاولاني، ال 40 دقيقه الاولى كابتن بالظبط، ال 40 دقيقه دولت طبعا. النهارده لازم نشكر منتخب الاردن، منتخب الاردن النهارده عامل مباراه مكافح كبيره جداً، وبرغم ان هو عنده اصابات كتيره واصابات كورونا، بدليل ان هو لما جه غير ثلاثه بس، والجون وقع كذا مره ومفيش حد قاعد على الدكه، خلي بالك يعني عشان ان مفيش حد على الدكه، ده 14 لعيب بس اللي كانوا موجودين والباقي كله اصابات واصابات كورونا. فاحنا بنشكره النهارده على الاداء المميز اللي هو ظهر بيه تحديدا الشوط الاولاني. الشوط الاولاني لو ما كانش فيه ربنا موفق الشناوي وموفقنا في الكره اللي جت في القائم دي وجت في بطن العارضه، في بطن العارضه وجت في القائم، لا كانت النتيجه اختلفت لغايه ما احنا دخلنا بقى في اللقاء في الدقيقه 40. لما دخلنا في اللقاء يعني الجون ظبط. يعني انا هقول لك الهدف بتاع مروان حمدي برضو ندي له حقه، فرق كتير يا كابتن مع منتخبنا انك تطلع الشوط الاول متعادل، متعادل بيفرق كتير جدا انك تخش الشوط الثاني وانت بغض النظر بقى جت صدفه من الصدفه، المهم ان الجون جه عشان ان هو يعني يدخلك تاني، لانك انت قبل الجون بدقيقتين بالظبط كنت بدات ان انت تخش في المباراه بجد. يعني قبل الجون بدقيقتين الكره بتاعت مصطفى فتحي والكره بعديها اللي هي بتاعت حسين فيصل اللي حطها بدماغه وطلعها الجون، واخد بالك؟ فانت كنت بدات تروح، دي اول هجمه فعلا كانت خطره بالنسبه لنا، واخد بالك؟ الشوط الثاني بقى طبعا احنا برضو التغييرات ما اثمرتش. ليه؟ لما رفعت نزل، لا انا رفعت نزل في الثالث والرابع. تمام، ما انت بتتكلم على التغيير، انا بتكلم على الشوط الثاني. الشوط الثاني ليه بقى؟ لان برضو شريف ناحيه الليفت بيفقد ثلاث ارباع خطورته ومروان لسه في القلب، وقام جاي مطلع حسين فيصل وطلع مصطفى فتحي. طب انا هقول لك حاجه، هو واضح ان هو مصر لما يبقى موجود شريف يبقى موجود مروان حمدي، ويبقى مروان حمدي هو راس حربه ومحمد شريف اللي جنبه ناحيه مش هتاخد منه حاجه، مش هتاخد من محمد شريف حاجه. هو محمد بص الشويه اللي لعبهم راس حربه صريح النهارده بانت خطورته في كذا كوره، انما لما بتلعبه على الطرف، لان هو اكيد واخد تعليمات ان هو يمسك الباك رايت بتاع المنافس، فعشان كده بيرجع وبيروح وبيرجع، هو اقل ليه واجبات دفاعيه فبيخلي بتقلله من ناحيه، انما لما بيلعب فيرود صريح هو بيتحرك في الحته اللي هي في الصندوق، فبتبقى خطورته اكتر وتبقى فعاله اكتر، واخد بالك؟ طبعا كل الكلام ده بقى لغايه ما احمد رفعت نزل الدنيا اختلفت. وقفشه؟ لا قفشه باين عليه الاصابه لغايه دلوقتي، باين ان هو مصاب في تحركات كده، مفروض ان هو حتى في مثلا باص لو قفشه سليم الباص ده ما تقطعش منه، بس عشان مش سليم اتقطعت. لا احمد رفعت النهارده اللي هي كان كلمه السر. كلمه السر في ايه؟ ان هو ساعه الهدف اتحرك لمحمد شريف كويس قوي وعينه على الكرة وحط بطن رجله، ما فيهاش فلسفة، تك تك جول. الجون التالت بقى شوف هو عمل ايه، وشوف الفكر والنضج، رقص ازاي ورفع عينه ازاي، وقام جاي حاططها لداود مروان داود اللي قد كده بيقول له هات جون والصيد، واخد بالك؟ فأسست جامد جدا وعالي جدا، واخد بالك؟ فانا بعد الهدف اللي هو جابه في الماتش بتاع السودان، اجمل هدف في البطوله واحلى هدف لغايه دلوقتي، انا استغربت ان ازاي الماتش اللي فات ما لعبوش احمد. طبعا. فبرضو دي حاجه من ضمن الحاجات اللي الراجل محيرنا فيها. هو يعني في حاجات في التشكيله انت بيقول لك، انا يعني حتى استاذ فتح من خلال التقييم والمؤتمر الصحفي اللي هو قالوا ان في بعض الاوقات انا عايز ابتدي بدايه جيده، ولكن ما تبقاش في افضل حالتها كل مره، لكن اهم حاجه ان انا بفنش بشكل جيد. لا ما مش كل مره، انت انا قلتها صراحة. انا قلتها مش كل مره ممكن تسلم الجره يعني، ومع منتخبات كبيره ممكن تبقى الامور. طب لا لانك انت بعد كده بقى الادوار اللي بعد كده هتلعب منتخبات ذو خبره، حتى لو هي مش في حالتها بس ذو خبره، عندها الخبره
اللي هي تعرف تلعبك ازاي. طب انا هرجع لك كابتن عشان نتكلم على احمد رفعت، ويعني اخد بس راي كابتن ابو الدهب في برضو التاهل للدور قبل النهائي، كابتن رايك فيه ايه ومباراه اليوم؟ يعني انا سعيد جدا ان الطموح عالي عند اللعيبه والجهاز الفني يا فاروق ان انت تاخد البطوله، عكس التصريحات اللي اتقالت قبل البطوله ان انا ما كنتش رايح اخد بطوله، لكن البطوله والاجواء ان انت تلعب وتكسب وكل ماتش بماتشه دي حاجه كويسه جدا. يمكن سعيد جدا بالتشكيل النهارده، كان في اصرار من بعض اللاعبين حتى بعد ما جه الهدف اللي دخل فيك من فرقه الاردن انك دخل فيك هدف، لكن كان عندك اصرار او اللعيبه عندهم اصرار ان هم يكسبوا ويجيبوا يفكروا ان هم يجيبوا التعادل، ده فرقت كتير جدا زي ما انت قلت ان انت جبت الهدف في نهايه الشوط الاولاني، دي فرقت كتير جدا، رفعت من معنويات اللعيبه ويمكن احبطت شويه لعيبه الاردن وده اللي حصل. لكن خليني اقول لك النهارده في اجابات كتير جدا، منتخب يعني بيكسب وجوه جديده النهارده زي مروان داود، احمد ياسين، عمر كمال عبد الواحد في الباك رايت، والله احمد احمد رفعت. لا النهارده خلي بالك يا فرودي يمكن احنا بنتكلم عليها كتير جدا التحرك احمد رفعت في الجون الثاني، لكن خلي بالك هو في انت عندك هو الراجل مصمم ان محمد شريف يلعب في الحته اللي اعترف زي ما الكابتن رضا قال، لكن انت النهارده مش هتاخد منه حاجه لان هو اصلا فرود صريح وبيحب الحته دي، هو مصمم على مروان حمدي، لكن في الشوط لما تعدلت لما محمد شريف دخل واحمد رفعت نزل تغير الشكل وبقى شكل ايجابي وشكل هجومي. حاجه الثانيه النهارده يمكن احمد رفعت يمكن زي ما انت قلت وكابتن عادل لا ان هو كان كلمه السر بتحركاته فاروق، احنا النهارده بيتكلم ان الراجل بيلعب ناحيه الطرف في الجون الثاني بالذات يا كمونه يا كابتن رضا، الراجل بيتحرك بيبقى فيرو الثاني لما محمد شريف بيعدي وبيرقص وبيعمل ان هو يرفع وبعدين هو دخل ويلعب هو دخل في ده اللي احنا بنتكلم عليه ان انت بتلعب فيرو الثاني في حاله الكره لما بتبقى في الناحيه العكسيه وده اللي عملها. الحاجه الايجابيه اللي انا بتكلم كان في اصرار، لكن يعيب حاجه واحده منتخب مصر ايه اللي عدم الضغط على الخصم ان انت ما بتستخلصش الكوره بسهوله. النهارده كان فرقه الاردن بتلعب براحتها خالص، لكن النهارده مكسب حلو ومكسب يقلق الفرق او الفرق اللي قدامك. طيب ضربات الجزاء شغاله دلوقتي يا كابتن ما بين المغرب والجزائر، ماتش صعب جدا اقوى ماتش في البطوله. ماتش صعب، انا كنت متوقع انه هيبقى كده. اما كنا بنتكلم المره اللي فاتت وانا بقول لكم كابتن ايه المشكله ما يبقى انا بتفكير، انت قلت لي كابتن البطل يلعب اي حد صح. طبعا في وقت من الاوقات انت عايز تبتعد عشان توصل لاكبر مرحله او احسن مرحله، فمنتخب المغرب قوي، فانا كنت بصراحه عايز اطلع اول ايا كان عشان ابعد عن المنتخب المغربي وبالتالي يبقى عندي السهوله ان انا اوصل للدور قبل النهائي ثم فرص. طيب اخد بقى راي كابتن كمونه وهنتكلم على الماتش بتاع النهارده، ماتش المغرب والجزائر احنا اتفرجنا عليه. النقطه دي كمان نرد عليها تحديدا يعني. ماشي كابتن، رايك في التاهل يا كابتن كمونه والشكل العام بالنسبه لمنتخبنا النهارده، وزي ما الكابتن اتكلمت كده رايك في التغييرات، هل كانت البدايه مختلفه عن النهايه او الفكره ان انا ابتدي التشكيل اللي هو انها اللي ابتدينا بيه كان الافضل ان انا ابتدي بالتشكيل اللي نهى بيه يعني العكس يعني؟ ده كان رايي ان انا اتملي المنتخب بيفنش احسن ما بيبدا. يعني النهارده البدايه كانت للمنتخب الاردني كانت افضل، حوالي 35 او 40 دقيقه كان في بعض الاستحواذ والانتشار الجيد لمنتخب الاردن، كان في بدايه مش موفقه من منتخب مصر وعدم التركيز، عشان كده البدايه ما كانت ضعيفه شويه، لكن رجعنا المباراه تاني بعد هدف مروان. يعني بقول انا تملي النهايه بتاعه منتخب مصر في اخر المباراه تملي بتبقى افضل من البدايه. انا كنت اتمنى ان احمد رفعت يبدا المباراه، كنت اتمنى ان قفشه يبدا بدري شويه، محمد الشريف كان ممكن يبدا بدري شويه. انا بتكلم على 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 رايي ان انا ممكن تبقى فنيا افضل شويه. طيب هستاذنك كابتن كمونه، بس الجزائر بتتاهل على حساب المغرب بعد الفوز بضربات الترجيح او ضربات الترجيح طبعا مش ضربات جزاء 5-3 على المنتخب المغربي لملاقات بقى المنتخب القطري في الدور قبل النهائي. طبعا مباراه صعبه زي ما قلنا، وبالتالي بس العاجل الخبر العاجل بخصوص تاهل المنتخب الجزائري على حساب المنتخب المغربي. طبعا الاثنين منتخبين شقيقين، وبالتالي طبعا مبروك للمنتخب الجزائري، هارد لك للمنتخب المغربي. ده مجموعه من الصور الخاصه باللقاء. اتفضل يا كابتن سمير. يعني كنا بنتكلم في المباراه بتقابل برضو منتخب جديد، الكابتن عدنان عامل منتخب معقول يعني عارف احرجنا في اوقات المباراه معظمها يعني، لكن خبرات لعيبه المنتخب النهارده المصري قدرنا ان احنا نكسب المباراه ونكسبها بشكل كويس اول الشوط الثاني.
يعني انت بتتكلم على نهايه المباراه بالخبرات اللي نزلت بالتغييرات لا المنتخب كان الشكل افضل. رضا ومحمود اتكلموا في التشكيل انا متفق معهم جدا. النهارده التشكيل من افضل المباريات اللي هو خد قرار فيها ان هو ينزل التشكيله دي، فيها توازن ما بين الدفاع وما بين الهجوم وكل اللعيبه كانت موفقه النهارده. وانا شايف الحقيقه يمكن مكسب مباراه النهارده احمد رفعت. احمد رفعت عنده حلول فرديه ولعب جماعي دلوقتي دي ما كانتش موجوده عنده، بيقدر ان هو يعني يعمل مشاكل لاي دفاع لاي منتخب. في مصر كابتن كانوا بيعتمدوا عليه لوحده، واعتقد برضه في الوقت الحالي برضه في نادي بيعتمدوا عليه برضه. ايوه في ظل وجوده مع المنتخب الشكل الجماعي بيختلف طبعا. يعني هو لعيب نجم، النجم الاوحد للفريق يعني بالظبط. يعني هو خد خبرات جامده جدا من المصري وبعد كده فيوتشر. انا مش عارف مشي من الزمالك ازاي. يعني انت دلوقتي لو اللعيب ده جيت تشتريه لنادي الزمالك هتدفع فيه كام؟ انا بقول لك في اهتمام من النادي الاهلي يعني ده. حاجه غريبه جدا. سيسي وحسين فيصل مثلا لا يعني مش ازاي ببلاش في الوقت دوت ما يمشوش، لان ما كانش عندك الا اشرف بن شرقي بس. كان يقعد شويه يا كابتن. ده لازم يقعدوا الاثنين بحيث ان انت تقلق اي حد، يقلق اي حد. بدل ما يكون عندك اثنين هيبقى عندك ثلاثه واربعه. لعيب مؤثر جدا يا فاروق، وانا شايف الفتره اللي جايه شخصيته عنده شخصيه عنده شخصيه وعنده طبعا اداء راقي جدا سواء من النواحي الفرديه او الجماعيه، واداء يعني هو مستواه تطور جدا. فرفعت هو اللي جاي. انا شايف ان كروش طبعا الفتره اللي جايه هيعتمد عليه. كروش بحسين فيصل ورفعت ليه لا النهارده كابتن بتشوفها ليه؟ لا عشان حسين فيصل مثلا. انا من رايي ما كانش بدا بحسين فيصل النهارده. يعني فكره ان هو انتوا قال عليه ورا بعض شايف ان هو يعني رفعت كان بدا بهدف رفعت كان بدا مكان حسين فيصل. رفعت جايب جون عالمي لما بينزل بيأدي مردوده كويس، بيعرف يهاجم وبيعرف يدافع دلوقتي، بقى ليه شخصيه اقوى. فانا شايف ان هو كان ممكن يبقى افضل من حسين فيصل كبدايه المباراه. ممكن حسين فيصل كان يبقى تغييره لان هو استهلك كمان، لعب حوالي 3 مباريات. كان هيبقى رفعت لو كان نزل كان عنده ارتياحيه وعنده حلول. ودلوقتي شفناه كمان يعني انت بتنزل بتدي له وقت صغير جدا، بينزل بيجيب لك جون ويعمل لك جون، يعني غير لك شكل المنتخب الشوط الثاني. لا رفعت مكسب كبير جدا للمنتخب. طيب هنرجع نتكلم بقى في الجزء الفني كابتن، وبدايه التشكيل وايه اللي عمله دور عمر كمال عبد الواحد وخط الدار والطرفين ونص ملعب النهارده بوجود حمدي فتحي وعمرو السوليه وزيزو كمان النهارده بيبتدي بيه. دي برده كنا مستنيينها، دايما بيبقى فيه اسم تاني متواجد دايما في خط الوسط. انا كان الخوف ان يلعب بثلاثه بس هنطلع لفاصل كابتن وتجاوبني على الشكل اللي اختلف بيه مستر كروش بين زور بعض اللاعبين وادوار النهارده بعض اللاعبين اللي كانت ممكن تبقى ليها تاثير ايجابي على منتخبنا النهارده. فاصل ومكملين مع نجومنا في الاستوديو. بعد فاصل هنتكلم عن منتخبنا بشكل فني اكتر. هذا البرنامج برعايه صالح مصر، خاصة بعد التغييرات ودخول أحمد رفعت وأفشا يعني تغييرات كروش أسهمت في تعديل النتيجة؟ يعني أكيد يعني دليل أنه أحمد رفعت هو سجل الهدف الثاني لمنتخب مصر، واللاعب مروان داود سجل الهدف الثالث. يعني كل التغييرات أسهمت بإحداث طفرة في الجانب الهجومي. يعني منتخب مصر نزل يعني اللعيبة دخلت الملعب هي من أحدث الفارق في الشوط الثاني من المباراة وفي الأشواط الإضافية. واضح أنه أيضا بدنيا منتخب مصر كان أفضل من المنتخب الأردني، وبالتالي يعني منتخب مصر استحق التأهل للدور الثاني. يعني طب إيه رأي حضرتك في تعامل كروش مع المباراة؟ يعني مستر كروش منذ قدومه الى مصر هو بيحاول انه يحس توليفه جديده او يوسع قاعده اللاعبين المصريين. شاهدنا يعني في كل المباريات اللي لعبها سواء تصفيات كاس العالم او في البطوله هو بيحاول يوسع قاعده المنتخب المصري. ممكن هو يكون عنده افق للمستقبل يعني، وهذا يمكن ان يخدم الكره المصريه. يعني احنا شفنا اسماء
يعني بما انه احنا بنتابع المنتخب المصري بحبنا لمصر، فاكيد اسماء كثيره يعني دمجت في منتخب مصر، يمكن كان صعب انها تكون موجوده، لكن كروش واضح انه في عنده شيء مختلف عن الاخرين. بالنهايه الامور تقاس بالخواتيم، المنتخب المصري يعني بيصير بشكل جيد في البطوله، وصل للدور نصف النهائي، مباراته المقبله امام تونس، وباعتقادي انه التعامل مع مباراه تونس سيكون مختلف تماما عن التعامل مع مباراه اليوم، بحكم طبعا دول شمال افريقيا بالعاده بتكون مباريات قويه، وشاهدنا كيف مصر والجزائر كانت مباراه مختلفه، وبالتالي اكيد حنشاهد مباراه بين مصر وتونس يعني نهائي مبكر لهذا العرس العربي الكبير. على قد الكابتن رضا عبد العال بقى حديث الوطن العربي دلوقتي، ايه رايك في تحليلاته؟ والله انا الكابتن رضا عبد العال على الصعيد الشخصي بحبه منذ ان كان لاعبا في نادي الزمالك، يعني عشقته منذ ان كان لاعبا، وبصراحه هو محلل يعني متميز، يعني لديه رؤيه على الصعيد التحليلي، ولكن احيانا بنشوف انه بعض المداخلات تكون فيها يعني نوع من يعني مش بقول المبالغة، ولكن احيانا يعني ممكن اي مدرب انه يخطئ في المباراة في ادارة المباراة، ولكن بيصلح نفسه، بالتالي مش لازم يكون خط السير في هذا الموضوع باتجاه واحد، لا بالعكس، لما المدرب يكون جيد لازم يكون عنده مدرب جيد، لما يكون المدرب يعني مش موفق برضه بتحكي انه مش موفق. بكل الاحوال الكابتن رضا هو احدث حالة اعلامية كبيرة في مصر، وبالتالي بنتمنى له التوفيق وبنتمنى للكرة المصرية كل التوفيق. طيب مكملين مع حضراتكم، خلينا نروح نكمل بقى كلامنا الفني عن منتخبنا. وانا كنت بسال الكباتن قبل الفاصل عن يعني التاثير الايجابي لبعض اللاعبين، واحنا بنشوف لعيبه لاول مره بيبقوا متواجدين مع منتخبنا الوطني، الجمهور بيشوفهم لاول مره مع المنتخب، وبالتالي طبعا عمليه التقييم بتبقى مختلفه عما كان بيلعب طبعا في الدوري الممتاز. شفنا احمد عمر كمان عبد الواحد النهارده بيشارك كاساسي في الناحيه اليمين، ويمكن عمر دائما الناس كانت بتشوفه يعني كجناح مهاجم، النهارده وقبل كده لعب كباك رايت وبيتالق وبيأكد على وجوده، ما فيش مشكله خالص ان كروش يعتمد عليه، وده حصل النهارده من خلال التواجد. وايضا حسين فيصل، احمد رفعت زي ما كنا بنتكلم. كابتن رضا قول لي يعني على الايجابيات اللي النهارده بعض اللاعبين ممكن تكون شفتها حصلت، وفي نفس الوقت هل في واجبات كانت مختلفه؟ انا اكلمك على عمر كمان عبد الواحد مثلا، هل كان في مثلا النهارده واجبات مختلفه، او زي ما بنقول عمليه الربط ما بينه وما بين مثلا مصطفى فتحي كانت موجوده، يعني الامور الخاصه الفنيه لبعض اللاعبين في الملعب؟ يعني هو اولا بيلعب في حته غير حتته يعني، وكويس ان هو بيأدي بالشكل ده، انما طبعا لو لعب في الحته اللي قدام هيبقى اخطر من كده، ان هو اصلا كمان بيعرف يجيب جول بيعرف يجيب جون ويعمل جون، فاحنا لو تزق الحته اللي قدام دي هيفرق كتير قوي. النهارده عجبني برضو مع احمد رفعت وتعلقه، عجبني مهند لاشين، لعيب كويس قوي، بيقف على الكره كويس، بيباصي كويس وبيقطع كويس، واخد بالك؟ فده برضو حاجه من الهدف من نزوله يا كابتن. طيب كان ساعتها عشان كده انك تقف على الكوره وتتعامل بقى يعني؟ لا، عشان اصابه حمدي فتحي تعور. انا فاهم، غير ان في فرق ما بين اداء وما بين اداء حمدي فتحي. طبعا ده مع حمدي فتحي ايه وهو ايه؟ حمدي يقطع، حمدي يبقى مرمطون، يقطع ويضغط ويجيبلك الكورة ويراقب والكلام ده، ده بيقطع وبعدين معلم يعني. دايما النهاردة تبص تلاقيه بيشيل الكورة مثلا لأحمد فتوح، بيحط الباص مثلا 30-40 متر مثلا لمصطفى فتحي أو مثلا لمحمد شريف، أو يعني انت واخد بالك كورته حلوة، فدوت لما هياخد الثقة هيبقى قد كده كمان 10 مرات. طبعا احمد رفعت احنا اتكلمنا بما فيه الكفايه عليه يعني، وده حقه، لان بيثبت مباراه لمباراه ان هو في خطر على عمر مرموش لو مشي بالشكل ده، واخد بالك، وهيحجز مكان قوي جدا في تقييمك. احمد رفعت اعلى من عمر مرموش كابتن لو رجع؟ طبعا في الوقت الحالي، في الوقت الحالي يعني. هو بص ثقته في نفسه، الاسيستات اللي هو بيعملها، التحركات كلها ايجابيه وكلها مثمره، احنا عايزين كده، واخد بالك؟ وانا بقول لك اهو يعني، لو الراجل بقى بيبص للحته اللي هي بتاعه مين احسن واللي هيفيد في الفتره دي، احمد رفعت. تمام. لان احنا ما شفناش عمر مرموش الفتره اللي فاتت دي. هتقول لي جاب جون الماتش اللي فات؟ الماتش اللي فات
هو رجوع هما الاثنين مكسب طبعا في الاخر هما الاثنين مكسب بس يهتم برفع يعني ماشي ما هو انت ما عندهوش يعني ما يخلوا الاثنين في صراع واخد بالك وطبعا ما هو دي مكاسب البطوله اللي زي كده يا كابتن بس تستمر ما جيش بقى يعني مثلا هو خد كناريا قبل البطوله في الماتش بتاع تصفيات كاس العالم وجي ما خدوش في البطوله يعني انت واخد بالك في لعيبه مثلا يعني المفروض ان هي كانت تيجي وما جتش المهم يعني فانت من مكاسب البطوله وبالشكل ده لا لعيبه مش خايفه لعيبه واقفه على رجليها في ثقه هنا بقى ما تقولش بقى اصل ده لعيب دولي وده لعيب محلي هو لو خده وخده ماتشات لا هيتقالوا جدا وهيبقى مهند لاشين ده هيبقى بعبع بالنسبه للحته بتاعت حمدي فتحي السوليه النني يعني هيخش في الحته دي بقوه يعني فده برضو زي ما انت بتقول من مكاسب البطوله بس يبقى فيه ايه استمراريه تعليق على زيزو بقى وجوده النهارده كابتن من البدايه مفاجاه يعني زيزو النهارده انا بص انا كنت متوقع ان الراجل زي الماتشات اللي فاتت هيلعب بثلاثه دفندرات واخد بالك ويقول لك العب على الهجمه المرتده فوجود زيزو مع مصطفى فتحي مع حسين فيصل يعني الثلاثه بيعرفوا يمسكوا كوره وبيعرفوا الكوره بس المشكله كلها انك اللي هيترجم الكلام ده يعني مثلا الكره الوحيده اللي او كورتين اللي دخل فيهم مروان ال 18 مروان حمدي الكره اللي جابها جون والثانيه اللي هي وقعت من ايد الراجل اللي هو حطها حسين فيصل صحيح حارس المرمى لا اللي حسين فيصل حطها بدماغه وصدها وهو كان جاي دولت اللي انه مشكلته ان هو بيخرج بره الصندوق ليه احنا مش عايزين محطه احنا عايزينك تترجم في الحته دي تبقى قريب من زي الكره اللي هي قبطت في دماغه ودخلت لو ما كانش في الصندوق كان هيجيبها جون ما كانش هيجيبها جون فهو خروجه بره الصندوق بيخليه يفقد الثقة في نفسه ويبقى خايف على الجو انما هو بعد ماتش النهارده بقى خد الثقة ورينا بقى الفترة اللي جاية تعمل ايه طيب كابتن ابو الدهب خليني برضه اقول لك وانا عايز اعرف ايه السبب الاهتزاز اللي حصل في بداية اللقاء لمنتخبنا الوطني والهدف اللي تم احرازه هل يعني الهدف شايف مين اللي ممكن يتحمله كابتن ابو الدهب والهزة دي نفسها يعني خليني اقول لك يا فاروق بامانة يمكن احنا ما كناش وحشين للدرجة لكن الهدف اللي دخل فيك هو اللي ممكن يكون عمل لك توتر او عمل لك قلق ان انت نازل بتلعب على المكسب اتفاجئت بجون دخل فيك نتيجه اخطاء او نتيجه عدم تركيز من بعض المدافعين واحنا يمكن احنا قلناها قبل كده انا وكمونة احنا كنا بنلعب في الحته دي دايما بناخد الناس ونطلع يا فاروق يمكن الراجل رقم 10 او اللاعب الاردن بيلعب وكوره بيمسك الكوره وبيلعبها براحته خالص محدش ضغط عليه ويمكن ده انا قلت لك احدى عيوب المنتخب ان محدش بيقطع او حد بيقطع فهي دي المشكله او عملت الهزه قدر المنتخب يستحوذ على الكره بشكل كبير جدا لان المنتخب الاردني عارف قوه المنتخب زي ما قال كمونة ان انت عندك خبرات عندك حلول في انتشار جيد من بعض اللاعبين من زيزو ومن حسين يمكن يعيب على حسين فيصل النهارده ممكن يكون حصل له نوع من الاجهاد ويمكن انا عذره عامل مباراتين كبار جدا ماتش الجزائر والماتش السودان وماتش لبنان عامل ماتشات كويسه جدا لكن المباراه يمكن تكون يعني هو حصل له بعض الإيجاد شوية وهو لعيب جيد جدا ومكسب لمنتخب مصر لكن خلينا أقول لك فاروق من مكاسب البطولة ديت إن أنت النهاردة تكسب واحد زي عمر كمال عبد الواحد يبقى بديل وجاهز في أي وقت اللي نقدر يبقى إحدى الحلول لكروش إن هو ممكن يدخل أكرم توفيق يبقى الديفندر ممكن يلعب عمر كمال عبد الواحد فدي ممكن تحل له مشاكل كتير جدا نفس الطريقة هيبقى فيه منافسة من أحمد رفعت مع بعض اللاعبين اللي موجودين وهتعمل منافسة كبيرة جدا لمستر كروش للعيبة المحترفة كمان إن اللعيبة النهاردة أحمد رفعت زي ما قلنا لازم يدوم ثقة زي ما الكابتن أنا والكابتن رضا لازم يدوم ثقة ولازم يقعد معهم زي ما الكرة دي يعني حسين فيصل معرفش فاتت رجعها لي تاني كده لا جامده جدا يعني اتعملت بالعرض يعني مش عارف هو لا سريعه هي لو خبطت مش هو ما شافهاش بص رجل حسين فيصل ايوه لان في اللحظه دي كان الراجل المدافع بيحط رجله بيعمل تاكل وبيحط رجله هو ممكن ما في عدت من تحت وممكن هو ما شافهاش مروان حمدي عملها حاجه هو ممكن المفروض تتعمل يعني ما هو كابتن معلش انا خلي بالك ممكن كان يشوف برضه انا بديها بمنتهى القوة عشان تعدي بس الحارس خلي بالك انا عندي حل تاني ان هو ممكن يعمل يشوطها في الزاويه البعيده ايه ممكن يسندها واحده ويشوطها في الزاويه البعيده بس هو ما طمعش فيها حب يعملها لحسين فيصل انت قصدك على مروان كان ممكن من بدايه الهجمه لما سندها وممكن كان يعملها شوتينج على الجون على يمين الحارس لكن هو برضه ما طمعش فيها ابتدى او فكر ان هو يعملها لحسين فيصل لكن الكره كانت سريعه جدا
والمدافع لما عمل تاكلنج هنا فاروق خلي بالك حسين فيصل ما شافش الكوره لان كانت سريعه جدا. معقول يا كابتن؟ اه ما شافهاش كانت بس سريعه بس جدا. بس خلي بالك بص خطوه رجل حسين فيصل اللي قدام يا كابتن تخليك تقول ان هو خلاص عارف ان الكوره جايه بس هو ما قدرش سرعتها. هو ما قدرش سرعتها فكره تقدير السرعه لكن هو شافها وخلاص هو حط رجليه اللي قدام لو هو متاخر يارده واحده يجيبها ببطن رجله ان هو ما شافهاش بس الراجل جاب هدف كانت سريعه يعني. اه كانت سريعه لكن هي كانت المنطقه دي مش محتاج فرود ده انت حط يعني الكره هي كانت سريعه وقويه بس يعني برضو هجمه كانت حلوه ومنظمه طبعا لا انت في اجابات ان انت بتروح على الجون وبتوصل يا فاروق ودي حاجه كويسه جدا. حاجة تانية صف فتحي صح بقى في بعض اللاعبين من الوجوه الجديده يمكن اللي جاب الثلاث اجوان النهارده فاروق الوجوه الجديده يعني مروان داوود واحمد رفعت ومروان حمدي يعني دول وجوه جديده يمكن برضو هتحل مشاكل كتير جدا لمستر كروش. حاجه ثالثه عايز اقول لك ان في جرأه عند بعض اللاعبين بيلعبوا باريحيه زي مروان داوود احمد رفعت يمكن الكباتن بيتكلموا على احمد رفعت. احمد رفعت لعيب عنده شخصيه في الملعب واحد على واحد بيعدي ودي يمكن احنا كنا بنعلمها للناشئين دايما ان انت واحد على واحد تعدي وبيلعب بالعرض. حاجه ثانيه الكره لما بتبقى من ناحيه اليمين بيكمل بيبقى فيرو الثاني ودي حاجه كويسه جدا طبعا لكن لكن اتمنى الفتره اللي جايه المشكله اللي هي تقابل المنتخب مثلا انت هتلعب منتخب تونس ومنتخب قوي جدا لازم الخطوط تبقى متقاربه لازم نضغط بشكل كبير جدا. والسوليه النهارده بينضج نضج كبير جدا قائد ولعيب قوي ولعيب جامد زي ما قال الكابتن رضا حمدي فتحي بيثبت مكانه في منتخب مصر. احنا قلنا الونش النهارده من اللعيبه الكبيره جدا زي ما قلت احمد ياسين مكسب كبير احمد فتوح مستوى عالي طبعا يمكن السوليه من اللعيبه طبعا السوليه رجل مباراه النهارده كابتن على فكره انا بقول لك يمكن هو قائد انا عايز اقول لك على حاجه يا فاروق يمكن وتحميسه للجماهير وللاعبين ده في حد ذاته بامانه بامانه يمكن بخلاف فتح عينيه بخلاف صلاح او مصطفى فتحي او اللعيبه الموجوده تحس ان منتخب مصر النهارده او منتخب مصر عامه في البطوله ليه شكل صحيح والاداء في الاداء. لكن عايز اقول لك على حاجه ان مستر كروش عنده جرأه ان هو بيجرب بعض اللاعبين بقى عنده قاعده واسعه يقدر يختار منها للامم الافريقيه. طيب عايز اخد منك كابتن كمونه دور زيزو النهارده كان ايه في ظل وجوده النهارده والمفاجاه اللي قال الكابتن رضا النهارده ان هو يبقى موجود وفي نفس الوقت عايزك لو تقدر تعلق لي برده على ليه البدايه ما كانتش جيده بالنسبه لنا كمنتخب والهدف برده كابتن ابو الدهب قال لك كله بيتحمله لكن هل انت شايف النهارده في حد يتحمل خط من الخطوط يتحمل هذا الهدف كابتن؟ بص هو الضغط من ناحيه عمر كمال عبد الواحد كان زياده علينا قوي فالكره اللي جت منها الهدف الكره اللي جت منها الكره في العارضه في كره برده ناحيه اليمين برده الراجل خدها لجوه عملها بليسنج شناوي شالها شناوي النهارده شال لك حوالي يمكن 3 كور مؤكدين اهداف يعني لو في شناوي مش فايق النهارده كنت ممكن تطلع بكارثه والقائد كانت هتبقى ابداع مش حلو والقائد يعني دي برده خلي بالك الفرص اللي جت علينا كلها من ناحيه اليمين لكن بعد كده عمر ابتدى يقف وابتدى يركز لكن هي الفرص اللي كانت بتيجي من ناحيه اليمين من ناحيتنا ناحيه الباك رايت هي كانت فعلا بتشكل خطوره لمنتخب الاردن من ناحيتنا انما انا بتكلم على زيزو كمان دور زيزو زيزو دوره فعال ودور هجومي ده الدور بقى اللي احنا بنتكلم فيه انا والكابتن رضا المره اللي فاتت لما قلت لك الثلاث ضيع كره غريبه قوي كابتن ده طبيعي يعني ما لازم نروح على الجون ولازم بس كان ليه دور فعال ده راجل هداف برضه احنا كنا بنتكلم يا كابتن رضا المره اللي فاتت بنقول لك الثلاثه كانوا ثلاثه بيقوموا بالدور زي العساكر سلم واستلم الدفاع بس بالظبط في ظل وجود ايمن اشرف ايمن اشرف كان مكتف الثلاثه اللي في نص الملعب لا زيزو كمان السبب في الجون الاولاني هو اللي عامل الكروس بالظبط انما زيزو لما ينزل كمان مع حمدي فتحي وعمرو السوليه كثلاثه في نص الملعب اتنين ادوارهم ممكن تكون متقاربه واحد دفاعيه واستخلاص الكره لكن زيزو كمان بيجيد المهاره والتحرك من ورا الخطوط ويقدر يعمل لك كروس يقدر يعمل لك دبل باص يشتغل مع الفيرود يشتغل من العمق لا عنده حلول هجوميه عشان كده كان ليك شكل في نص الملعب في ظل وجود زيزو النهارده ومصطفى فتحي بعض الفترات هو ده دور زيزو لما بنشوفه في نادي الزمالك بنشوفه في المنتخب بيقدر يعمل لك نواحي هجوميه على اعلى مستوى رفعت لما نزل برضو قام بنفس الدور كمل. فانت عندك هنا الاثنين بيكملوا بعض عندك واحد بيبدا واحد بيخش الشوط الثاني بيقوم بنفس الدور الهجومي فانت كده ما عندكش اي مشكله لكن زيزو النهارده الحقيقه قام بدور طبعا هجومي على اعلى مستوى وكمان هو بيفيدك والاجانب كمان بيحبوا اللعيب اللي هو عنده معدلات جري كتير هو زيزو بيبدا لحد اخر ثانيه في المباراه ممكن يلعب ما شاء الله مباراتين ورا بعض انا عارف ان انت اللي مكتشف مروان داوود يا كابتن مروان داوود كنت في النادي الاهلي ساعتها كنت ماسك فرقه 97 وجبته من نادي الشمس كان ساعتها كمان مدرب عام اسامه حسني وكلمته
راح جابه من نادي الشمس وفضل معانا فتره حوالي يمكن شايفه بقى النهارده ازاي. لا ما شاء الله عليه يعني الراجل كمان بيديله مهام وبوزيشن غير الباك ليفت بيلعبه هاف رايت يعني شاف فيه اكتشف فيه ان هو ممكن يعدي صراحه كروش بساعات عنده عمليه الروتيشن في بعض المراكز. عمر كمال عبد الواحد باك رايت مكان اكرم ودي احدى الحلول للمنتخب مصر الفتره اللي جايه. مروان طبعا بيلعب باك ليفت وبيلعب هاف رايت. لا حته التفكير في بعض المراكز لنوعيه لعيبه من اللي موجودين دي ده فكر كويس قوي. لكن هو لعيب هايل طبعا. ومكسب كمان لفرقه ام بي جامد جدا طبعا. لعيب من اللعيبه انا هرجع كابتن رضا نرجع الاهداف سواء الهدف اللي جه فينا او الاهداف اللي احنا احرزناها نقدر نحللها. وعايز برضو عمليه التقييم للاعبين من خلال الارقام برضو ناخدها من حضراتكم ونجهزها لان عندنا كلام كتير عن الارقام لان الارقام برضو بتتكلم عن مستوى الفني للاعبين. النهارده عمرو سلايه رجل المباراه وبالتالي هو نجم اللقاء. لو عندكم برضو احد اللاعبين اللي انتم شايفينه ان هو افضل لاعب في اللقاء برضو يكون تحضير من حضراتكم مع بعد الفاصل. تمام نطلع الفاصل ومكملين مع كباتن مصر في الاستوديو. هذا البرنامج برعاية قدم المنتخب الأردني مباراة مميزة للغاية أمام منتخب مصر رغم وداعه لبطولة كأس العرب من دور ربع النهائي وذلك تحت قيادة المدرب العراقي المخضرم عدنان حمد. عدنان حمد صاحب الخبرات التدريبية الواسعة اللي سبق لتدريب عدة أندية ومنتخبات منذ بداية مشواره كمدير فني في تسعينيات القرن الماضي. اتنقل مدرب النشامة بين عدة أندية ومنتخبات في المنطقة العربية وعرف عنه عدم استمراره لسنوات طويلة في مكان واحد فبدأ مسيرته التدريبية مع الزوراء العراقي كمدرب للشباب في عام 94 وفي 96 انتقل لتدريب فريق الكبار. درب حمد منتخب العراق للشباب تحت 20 عام لفترة قصيرة بين 97 و 98 ومنه انتقل لنادي دبي الإماراتي عام 98-99 قبل عودته للعراق ليتناوب على تدريب الزوراء ومنتخب الكبار ومنتخب الشباب بين 99 و 2004. في 2004 عمل حمد لفترة قصيرة كمدير فني لمنتخب لبنان ثم تولى تدريب فريق الأنصار السعودي 2005-2006 قبل ما يشد الرحال للأردن. فعمل مدرب لفريق الفيصلي بين 2006 و2008 وفي 2008 عاد عدنان حمد لمنتخب العراق وبعد فترة توقف قصيرة تولى تدريب منتخب الأردن في ولاية أولى امتدت بين عام 2009 و2013 وجي حسام حسن خلفا لي بعد إقالته. في 2014 عاد عدنان حمد للإمارات من بوابة بني ياس ثم درب منتخب البحرين في العام نفسه وبعدها ابتعد عن الملاعب لعامين قبل ما يعود للأردن مدرب لفريق الوحدات 2016-2017 وفي يونيو الماضي قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم إعادته للمنتخب بعد استقالة البلجيكي فيتال أوركلمانز. حقق عدنان حمد العديد من الإنجازات كمدرب سواء على المستوى الجماعي أو الفردي فحقق لقب الدوري العراقي مرتين مع الزوراء وزيهم في كأس العراق والسوبر المحلي. كمان قاد حمد فريق الفيصلي للفوز بكأس الاتحاد الآسيوي ودرع الاتحاد الأردني والسوبر المحلي وقاد العراق بكأس آسيا للشباب تحت 19 عام بجانب بطولة غرب آسيا وفي 2004 حصل على جائزة أفضل مدرب في آسيا. مفيش شك طبعا كرة أردنية وكابتن عدنان والشكل اللي ظهر بيه المنتخب الأردني وقبليه طبعا بالمباريات اللي فاتت كلها كانت مباراة جيدة وبالتالي طبعا النهاردة قدم مباراة يعني على الأد إمكانيات وقوة الفريق المصري طبعا كانت واضحة من خلال الشوط الثاني والشوط
الاضافي الاول والثاني، وبالتالي طبعا هارد لك للمنتخب الاردني. واللي انا هاخد برضو راي نجومنا في الشكل الفني للمنتخب الاردني وتاثير المدربين المصريين سواء كابتن جوهري او كابتن حسام حسن لما كان متواجد ايضا مع المنتخب الاردني. لكن خليني بس كابتن استاذنكم بس تليفون خاص ب يعني متابعه ماتش المغرب والجزائر، تاهل الجزائر ل المباراة القادمة أمام منتخب قطر في الدور قبل النهائي وخسارة المنتخب المغربي بضربات الترجيح. خلينا نروح للناقد الرياضي المغربي أستاذ عمر الشرايبي. تحياتي ليك أستاذ عمر. مساء الخير زميلي العزيز محمد فاروق. أهلا وسهلا بضيوفك الكرام والشعب المصري الشقيق. يا أهلا وسهلا. وخليني بس يعني هارد لك في البداية، وأكيد كانت مباراة قوية ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري، لكن في الاول وفي الاخر منتخب شقيق بيلعب منتخب شقيق، وفي الاخر كره القدم يعني ضربات الترجيح ما يعني ما بتعملش حساب لاي حد في الملعب، وبالتالي طبعا تاهل المنتخب الجزائري. لكن قول لي رد الفعل الخاص بالجماهير المغربيه. بدايه اود ان اهنئ المنتخب الجزائري الشقيق على التاهل الى دور نصف النهائي، واهل ايضا المنتخب المصري والمنتخب التونسي وايضا المنتخب القطري هنيئا لكرة القدم العربية بهذا المنشوز الكروي الذي يقدم على الاراضي القطرية. اكيد خيبة امل لدى الشارع المغربي بخصوص نتيجة هذه المباراة، ولكن خيبة الامل الاكبر هي المستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني اليوم. المنتخب المغربي ظهر بوجه ساحب في مشتت الأذهان، مشتت التفكير، ممكن الضغط الذي مورس على اللاعبين قبل المباراة وإخراج هذه المباراة من نطاقها العادي وإطارها العادي الرياضي هو الذي جعل اليوم أنه شهد منتخب مغربي لاعبين مشتت التركيز ومشتت التين، وهذا ما أثر أيضا على المردود داخل أوقات الميدان. طيب يعني برضو خلينا نقول أن المنتخب المغربي قدر ان هو حتى في حالات التقدم للمنتخب الجزائري بيرجع مره اخرى بهدف التعادل، ثم بيتقدم المنتخب الجزائري وبيرجع تاني المنتخب المغربي. يعني قلت لي هو في حاله من الضغوط اللي ممكن تبقى موجوده على اللاعبين، لكن المنتخب المغربي يعني انا كنت متوقع من خلال رؤيتي في المباريات السابقه وعدد اللاعبين اللي جاهزين للعب مع المنتخب المغربي انه يوصل للمرحله النهائيه. لكن يعني سر هل هي الضغوط فقط ولا كان في بعض الامور الخاصه الفنيه استاذ عمر هي اللي اثرت على المنتخب المغربي؟ وهو باعتراف المدرب نفسه عميد الفريق بدر بعلون شرفه بان الفريق لم يذهب بالشكل الذي كان منتظر منه، ونحن كمتابعين وملاحظين المنتخب الوطني كنا نمني النفس بان نذهب بعيدا في هذه البطوله، لان الهدف كان هو ذهاب بعيدا وتحقيق اللقب. للاسف اصطدمنا بالمنتخب الجزائري اللي هو مرشح ايضا لتتويج بهذه البطوله. اصطدام قبل الاوان، كان نهائي قبل الاوان مع المنتخب الجزائري. اليوم كنا ننتظر ظهور بوجه افضل. اختيارات الاطار الوطني الحسين عموته تناقش لانه قام بتغييرات على مستوى التركيبه البشريه. اليوم شفنا وليد أزارو في خط الهجوم، وليد أزارو الذي لم يكن رسميا خلال المباريات الاولى. شفنا ايضا لاعبين مثل حارس انس الزنيتي من افضل حراس افريقيا اليوم ما كانش مركز تماما في المباراه. علامات استفهام كثيره تطرح، ممكن الضغط اللي مورس على اللاعبين اؤكد على ذلك. واحنا في المغرب عشنا خلال الايام الماضيه وشفنا كيفاش اعلاميا تم شحن وتم تضخيم هذه المباراه اكثر من اللازم، لان في الاخير هي مباراه كره القدم وكانت خاصة تبقى في اطارها الرياضي المحض. لا نقحم اللاعبين خصوصا قبل ساعات من المباراه. شفنا رئيس الاتحاد المغربي اللي التحق بالبعثه والتحق بالمجموعه واليوم كان معاهم ايضا في الحافله المتجهه الى الملعب. اكيد ضغوط كثيره مورست على اللاعبين، كنا في غنى عنها خصوصا قبل موعد صعب وموعد حاسم امام منتخب الجزائر. طيب احنا يعني هارد لك للمنتخب المغربي، لكن خليني اخذك في نقطه ثانيه استاذ عمر. خاص بنادي الرجاء ومقابلته امام النادي الاهلي في بطوله السوبر الافريقي. حتى الان كان في اعتراض من فريق الرجاء على الميعاد،
واعتقد الامور استقرت بسفر المنتخب او خلاص بلعب المباراه في التوقيت اللي حدده الاتحاد الافريقي. التفاصيل الخاصه بالسفر او التفاصيل الخاصه بفريق الرجاء لمقابله النادي الاهلي. وهو زميلي فاروق كما تعرف الاوضاع في المغرب مرتبطه بجائحه كورونا هي اوضاع صعبه او طيران واغلاق المجال الجوي الرحلات القادمه الى المغرب والمتجهه من المغرب ثم بلدان اخرى هي معلقه حتى 31 ديسمبر الرجاء لازموا تحضيرات خاصه وترتيبات خاصه لازموا رخصه استثنائيه عشان يسافر لقطر. البرنامج المحدد الان هو سيكون معسكر في مركب محمد السادس لكرة القدم هو المركز الوطني حيث يستعد المنتخبات الوطنيه قبل السفر الى قطر. لا نعرف ان كان لحاق اللاعبين الان اكيد اتضحت صورة اللاعبين الموجودين رفقه المنتخب سيلتحقون بالفريق في اليوم او غدا سيعودوا الى ارض الوطن ويلتحقون مباشره بالفريق. لكن هل في كلام ان اللاعبين الموجودين من الرجاء ممكن يبقوا يعني يفضلوا في الدوحه ولا ايه بالظبط؟ هو الامر كان مطروح لو كان المنتخب المغربي وصل الى الادوار النهائيه، لكن الان اعتقد انه اللاعبين سيعودون الى المغرب ويلتحقون بالمجموعه وفي هامش من الوقت. لكن الاستفسار هو حول اللاعبين الجدد، الانتدابات التي سيبرمها الفريق خلال الايام المقبله، هل بامكانهم أن يكونوا جاهزين؟ لأن هذا هو الإشكال المطرح في نادي الرجاء. هو طلب التأجيل كان أيضا من أسبابه أنه الاعتماد على اللاعبين الجدد والانتدابات الجديدة، لهذا الرجاء طلب تأجيل المباراة. وفي أسباب موضوعية أيضا مرتبطة بظروف السفر إلى الدوحة، لأنه نعرف أنه المجال الجوي مغلق وحتى ظروف برمجة هذه المباراة في هذا التوقيت ممكن لا تساعد لا الرجاء لا ايضا جماهير الرجاء التي ترغب في التنقل الى الحملات المتنازله. صحيح. استاذ عمر انا بشكر حضرتك لتوضيح الامور الخاصه بالمباراه القادمه ما بين الاهلي والرجاء، وايضا توضيح ما بعد مباراه المغرب والجزائر وردود الافعال الخاصه بالجماهير المغربيه بعد الخروج من بطوله العرب، يعني طبعا بعد تفوق المنتخب الجزائري بطلبات الترجيح. خليني اكلمك كابتن، ارجع لك كابتن رضا، كابتن سمير، كابتن ابو الذهب، وكنت بتكلم على كان في تقرير عن كابتن عدنان والمنتخب الاردني، تاثير الكره المصريه. يمكن كروش قال كابتن في تصريح لي ما بعد اللقاء ان المنتخب الاردني بيشبه شويه الكره المصريه. تاثير كابتن جوهري وتاثير كابتن حسام حسن واضح على المنتخب، ولا كابتن عدنان عمل شكل مختلف للمنتخب الاردني؟ طيب احنا بس عايز اشكر الراجل اللي هو الفلسطيني الصحفي الفلسطيني اللي شكرك وبيحبك عشان فبشكره طبعا على الكلام الجميل اللي هو قاله. طبعا الكابتن جوهري يعتبر هو اللي مؤسس الكره في الاردن، هو اللي حطها على التطوير الجديد بالنسبه للكره الاردنيه، الطريق الصحيح، وخلاها ان هي تنافس في اسيا، وخلاها ان هي تبدا ان هي يبقى لها وضع وشكل تاني ومن الفرق اللي هي المحترمه. طبعا حسام لما راح برضو يعني كمل مسيره الكابتن جوهري، انما النهارده اللي احنا شفناه الشوط الاولاني لا بيلعبوا كوره، فرقه لها شخصيه، وانا اعتقد ان هي لو ما كانش عندهم اصابات كورونا واصابات عاديه كان الوضع يختلف، لان التغييرات كانت هتفرق كتير. زي ما التغييرات عندنا فرقت كانت التغييرات عندهم برضو هتفرق. هم بصراحه وبالامانه لولا تالق الشناوي والقائم كانوا نهوا المباراه بالشوط الاولاني وكانوا حاطينك تحت ضغط. الشناوي صراحه كابتن يعني اتمنى ان شاء الله يبقى الامور بالنسبه له يعني مفيش مشكله بكره في الاشعه، لان هيفرق كتير جدا في مباراه امام المنتخب التونسي النهارده. يعني كل احترام طبعا للموجودين الحراس الموجودين سواء صبحي او جاد، لكن في الامانه الشناوي وحش. ال40 دقيقه الاولانيه كان هو الوحيد اللي بيلعب المنتخب الاردني، يعني الكره اللي هي اتشاطت على الارض وطلعها، الكره الثانيه اللي اتشاطت من بره ال 18 القويه قوي دي وراحت في المقص وفرج جسمه، واخد بالك؟ وطبعا الكره اللي في القائم، لا النهارده
هو كمان مد ثقه كابتن وليد اللي قدام يعني للدفاع اللي قدام. لا واختبر في البطوله اول اختبار له النهارده في البطوله دي يعني في لعيبه ممكن يا كابتن ما دام الامور سهله بالنسبه لهم او بالنسبه لحراس المرمى ما يركز لكن الشناوي تركيزه مستمر. ما هو ترك يعني النهارده تركيزه هو السبب ان يخلي المباراه تتحول دفته. الكره دي يا كابتن صعب. ايوه تتحول دفته لصالح مصر. ما انا دي الكره اللي هي من اللي هي اتعملت والراجل شاطها من بعد نص الملعب اللي هي كانت راحه وبتلف وداخله في المقص. شوف هو فارق جسمه ازاي. لا لا ممكن يعني على فكره في البطوله تقريبا جايزه احسن تصدي او احسن كره اتصدت في البطوله ممكن احسن حارس كمان وفي احسن حارس. بخصوص احسن حارس يعني بما احنا بنتكلم عشان الشناوي دائما يا كابتن الاجيال بتبقى في حارس مرمى دايما انت بتبقى مستريح. النهارده الشناوي مريح الجزء اللي قدامه او الدفاع وفي وسط الملعب. كابتن رضا وكابتن ابو الدهب وكابتن كمونه كنت بتستريحوا مين الحراس اللي كانوا بيريحوكوا وانتوا بتلعبوا او بالاخص انا بتكلم بقى الدفاع؟ لا في حراس كبيره طبعا انت اللي لعبوا معايا انا طبعا نادر السيد وعصام الحضري يعني حارس كبير جدا دلوقتي ومدرب حراس كبير مع منتخبنا الوطني ومخلي الشناوي فايق ومستواه ثابت وعمل جونين كمان كويسين يعني انت بتتكلم في جون محترم ومدرب هايل يعني انت بتتكلم على جاد وبتتكلم على محمد صبحي اتنين حراس مستقبل مصر لما كمان تبقوا متواجدين مع محمد الشناوي مع مدرب حراس فاهم وخبره لا ده مكسب كبير جدا يا عصام الحضري الحقيقه. كابتن كابتن ابو الدهب لا خلينا اقول لك يا فاروق يمكن انا كنت عندي نقطه مهمه جدا في حكايه الحارس المرمى. حارس المرمى دايما كنت احب انه يبقى لعيب كوره حتى لما بترجع له الكوره ما بتخافش. عصام الحضري كان بيعملها بشكل كبير جدا بامانه. يمكن انا كنت محظوظ ان انا لعبت مع حراس مرمى كتير جدا لكن عصام الحضري لما كنت حتى الكوره بتبقى في الاهلي كان بيلعب ليبرو في الاهلي وفي المنتخب لا وتحس ان وراك وحش ما بيخافش. الحاجه الثانيه كان بيخلينا نطلع يا فاروق وبيلعب ضربه المرمى يعني هو مريحك كان بيحط الفرقه تحت ضغط ان انت بتبقى طالع هو بيشوط ضربه المرمى. الحاجه الثانيه لعيب كوره يمكن الكابتن كمونه كابتن رضا يقول لك ان هو كان بيلعب معانا في التقسيمات حتى كنا بنرجع الكوره ليه ما بنخافش ان هو يعرف يتصرف فيها. لكن عصام الحضري لا من احسن الحراس اللي كان ثابت برضه كان لعيب كوره برضه لا انا ما لعبتش لا الكابتن كان بيقعد يلعب معانا الدايره الله يرحمه لا لسه اقول لك كمان كابتن ثابت وكابتن اكرامي يعني دول عمالقه يعني لعيبه كبار وجي بعدهم عصام الحضري يعني طول عمر النادي الاهلي بيتميز بحته حراسه المرمى دي يعني لا خلي بالك كمان كمونة يمكن اول بطوله لعبها معانا الحضري كانت في النخبه فاكر انت كمونة يعني حتى كان الكابتن شبير مصاب في الفتره دي لكن احنا كنا حاسين ان هو ممكن يخاف لكن هو عمل بطوله هايله وعلى فكره بيسمع بدايته كانت بدايته وعلى فكره وهو لما جه من دمياط احنا كنا متوقعين ان يكون من احسن الشناوي ماشي على الخطه دي حلو قوي لما يبقى حارس عظيم بيبقى معاه حارس جاي في العظمه نفسها في كره القدم وبيحاول يمشي والشناوي كمان الشناوي كمان بيحافظ على اسمه مع مستواه كمان مع حارس وهدوءه وتاريخه معاه كمان مدرب حراس بينمي له بعض الحاجات اللي هي عايز ياكد عليها ان هو بخبراته الكبيره دي حاجه كويسه طبعا لما يكون معاه مدرب حراس زي عصام الحضري يعني. طيب خلينا كابتن ناخد الثلاث اهداف اللي سواء او الاربع اهداف بقى الهدف اللي جه في مصر والثلاث اهداف اللي احنا احرزناهم ونشوف يعني نحللهم من خلال وجهه نظر كابتن رضا وكابتن مصطفى وكابتن سمير وكابتن ابو الدهب الاسباب او ايه الوقفه كانت عامله ازاي بالنسبه للاعبين وايه سبب مثلا لان في الاول وفي الاخر الاهداف اخطاء بتبان من خلال الصوره. لو نقدر نجيب الهدف اللي احرز في المنتخب الوطني في البدايه وهدف المنتخب الاردني اللي جه بدري قوي يعني جه بدري في اللقاء. طيب ده الهدف المنتخب الاردني اللي جه في الدقيقه 12 من يزن عبد الله النعيمات ده الهدف الاول. صعب يا كابتن صعب اولا كمان على الشناوي. بص الشكل لا ارجعوا لنا بالصوره الاولانيه وبعد كده ناخد بص كابتن رايك في الوقفه نفسها احنا بنتكلم تقريبا اتنين او واحد يعتبر اللي سدد في وسط اربعه او خمسه ازاي سدد هي من البدايه كانت اوت واتلعبت الونش اللي ما قدرهاش كويس فالراجل لف بيه وعمل للراجل اللي هو جاي ده فالراجل اللي هو رقم 10 ده يا دوب سند وعنصر المفاجاه ان حطاه في البعيده كان المفروض يتقابل من بدري كابتن لا 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 اللي يتقابل من بدري الراجل اللي هو بصاله الكوره
اللي هو اللي حط الوينش في الكوره من اولها. بس بص يا كابتن برضو يعني الوقفه هنا يا كابتن تبان اكتر. بص يا فاروق الكوره من هنا لا كانت من هنا من بره ال 18 اللي هو حط الوينش في ظهره وخده واخد بالك. فانت رايح يعني رايح عشان تقابله الراجل عملها الراجل ده عبال ما احمد ياسين لسه بيقول يا هادي التاني كان حط بط رجله في الحته اللي هي حجبت الرؤيه على الشناوي. هي كده كده صعب على الشناوي بس في اللحظه دي الشناوي وقف بص لها لان لفت بعيد لفت بعيد خالص وهو مش متوقع وقويه. طيب يعني اتحمل الهدف ده لمين يا كابتن لو احنا بنتكلم من الونش الونش في الاوت لو مسك كويس كان طلعها او ان هو التركيز ما كانش موجود عند لان الراجل ما يحطوش انت لعيب دولي ما يحطكش في ظهرك كده وياخدك ويلف بيك بالشكل ده. طيب كابتن ابو الدهب في الهدف ده انا دايما انا محمله الخط الدفاع كله يا كابتن انت لازم تضغط يعني زي ما قال الكابتن رضا لكن انا حتى الراجل الباص ما اتقطعتش من بدري لكن بتضغط لكن الراجل في السكس يارد او في ال 18 بيلف ويشوط انا دايما لازم ابقى قريب منه ما اخلوش يشوط واضغط عليه من بدري ما اخلوش يشوط فبالتالي انا بحمل خط الدفاع او الجول اللي دخل فينا هي كانت سريعه على الشناوي او ممكن ما كانش متوقع ان الراجل يشوط بالشكل ده. كابتن كمونه لا هو طبعا ناحيه الشمال هي بالنسبه لمنتخب الاردن وناحيه عمر كمال عبد الواحد زي ما انا قلت لك يا فاروق قبل الهدف وبعد الهدف والهدف نفسه ثلاث كور منهم الهدف لكن كان لازم عمر كمال عبد الواحد يعمل ضغط عالي جدا على الراجل اللي بيشوط واي حد من المدافعين هنا في الحاله الدفاعيه دي يا فاروق والراجل بيعمل بليسنج لازم حد يعمل ضغط عليه ويحط رجله وهو بيشوط انما هو بيشوط سهل كده وعملها طبعا طبعا بليسنج حلو لا لا هو حط حلوه جدا وبعدين سريعه واضح ان هم بيعرفوا يسددوا كل بشكل لعيبه مهاريه زي الكره اللي جت في القاع وعملوها مره واثنين وثلاثه صح عملوها مره واثنين وثلاثه من ناحيه اليمين بتاعتنا برضو لكن هنا بقى المفروض انا في الحاله الدفاعيه دي يا فاروق اعمل ايه لازم اضغط على الراجل واحط رجله وهو بيشوط تمام. طيب ده الهدف الاول للمنتخب الاردني خلينا ناخد الاهداف الخاصه بمنتخبنا الوطني وهدف التعادل لمروان حمدي كابتن رضا يعني برضو الوقفه الخاصه بالهدف الخاص بمنتخب مصر والوقفه نفسها وانت قلت لي حاجه حلوه جدا ان مروان حمدي وجوده جوه ال 18 بيفرق كتير بالنسبه له يعني طبعا هي بص الـ 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 الهدف ده سببه الرئيسي حسين فيصل لان حسين فيصل لما خد المساك وطلع عمل الجامب خد الراجل المساك معاه عشان كده وسع لمروان حمدي وطبعا التاني جت في دماغه ودخل يعني ده كرم من عند ربنا حتى يعني تحس هو وجوده طبعا وشايف ما هو بص هو الراس حربه لازم ان يبقى متواجد في جزء منه التوفيق برضه يعني ما هي بقى الخبطه دي هي اللي ايه كلمه السر في الهدف. طيب كابتن الذهب يعني انا في حاجه في ايجابيه حاجه ايجابيه كبيره جدا يا فاروق ان انت ما كنتش بتشوف العدد الزياده ده في ال 18 لمنتخب مصر لكن بيبقى موجود مروان حمدي بيخش مع زيزو بيخش لعيبه فبالتالي العدد الزياده ده بتبقى كويس جدا لكن مروان حمدي هو كراس حربه والراجل اللي بيراهن عليها ان هو يبقى في الصندوق ويقدر يجيب جول. والكثافه العدديه اعتقد طبعًا. كانت طبعًا. موجوده كويسه كابتن في ال 18 كابتن كمونه ده بقى الابداع اللي احنا بنتكلم عليه زيزو دي شغل زيزو الهجومي من سواء الكور للثابته او المتحركه عملها اوفر عالمي يتدرس يعني هو كمان قدر ان يصنع هدف لمروان في 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 في, في سنتي فده خد بيه الخطوه والتاني زي ما رضا قال حسين فيصل وسع ومروان لعبها بدماغه وكان هدف بالاهداف يعني الكويسة. ده من اهم الاهداف لانك رجعك للمباراه مره ثانيه قبل ما الشوط الاولاني ينتهي خليني اروح ل تونس واحنا بنتكلم الماتش اللي جاي ان شاء الله في الدور قبل النهائي يعني ماتش هيبقى اكيد صعب المنتخب التونسي والمنتخب المصري دائما بتبقى فيها جو حلو وفي نفس الوقت منافسه قويه ما بين المنتخبين وطبعا بيتلاقوا في الدور قبل النهائي المنتخب التونسي اول من وصل للدور قبل النهائي والمنتخب المصري النهارده بيصل ايضا هو للدور قبل النهائي وبيلاقي المنتخب التونسي خلينا نروح للاستاذ مهدي عبيد الصحفي باذاعه الشمس التونسيه ويعني برضو رد الفعل الخاص بالجمهور التونسي ما بعد الفوز بالامس على سلطنه عمان وملاقات المنتخب المصري في الدور قبل النهائي تحياتي لحضرتك كابتن تحياتي ليك وتحياتي لكل الاخوه والاشقاء المصريين والضيوف في البلاتو
أهلاً ومبروك أهلاً. الفوز خويا، ربنا يخليك. مبروك ايضا للمنتخب التونسي بالامس، واكيد كانت مباراه صعبه امام المنتخب العماني. طبعا طبعا هي كانت مباراه صعبه، ولا خلينا نقول انه المنتخب التونسي صعب على نفسه، لانه على الورق وايضا واقعيا على ارض الواقع المنتخب التونسي افضل بكثير ويفوق عمان على كل المستويات، مع احترامنا لهذا المنتخب الخليجي الشقيق اللي قاعد يتطور في السنوات القليله الماضيه، لكن المنتخب التونسي يفوق عمان من حيث الخبره، من حيث التجربه، من حيث ايضا نوعيه اللاعبين، وايضا معدل اعمار حتى اللاعبين ويعني سجلهم في البطولات الكبرى. الامس شاهدنا انه المنتخب التونسي ضيع فرصه انه ينهي المباراه منذ الشوط الاول، لانه يعني اتيحت اثنين او ثلاثه فرص، خاصة فرصة كانت تنهي كل شيء يعني قبل بنهاية الشوط الأول من سيف الدين الجزيري. ثم المنتخب التونسي لقى نفسه في وضعيات صعبة في الشوط الثاني، وصار التراجع وصار نوعا ما التراخي في الشوط الثاني. هذا اللي خلى يمكن المباراة تاخذ شكل أن المنتخب التونسي أنهى 2-1، وبالتالي الأمور كانت صعبة. لا، هذا بالعكس صراحة، لأنه كما قلت المنتخب التونسي أفضل من عمان، وكان بالإمكان يعني إنهاء المباراة مبكرا. الجماهير التونسية تعاملت مع الشوط الثاني بكل حدة من حيث تعامل الإطار الفني واللاعبين مع المباراة في الشوط الثاني، ودائما في البطولة العربية يمكن المنتخب التونسي يتيح نوعا ما في استسهال المنافس، لأنه شفنا هذا في مباراة سوريا، أيضا في مباراة أمس كان المنتخب التونسي بإمكانه أنه يخرج بشكل أفضل من ذلك بكثير. طيب، ماذا عن بقى رد الفعل لدى الجماهير التونسية بأن المباراة القادمة أمام المنتخب المصري؟ هو كابتن الناس الكل يعني اللي هنا في تونس يعرفوا قيمة المنتخب المصري، مع احترامنا الكبير جدا للمنتخب المصري، انه فما علاقة تاريخية في المواجهات بين زوج منتخبات على مستوى الشارع الرياضي التونسي، وحتى نحن كإعلاميين يعني كنا ننتظر تأهل مصر صراحة، ليس بمفاجأة المنتخب المصري. يعني جميع النقاد كانوا أشادوا بمصر منذ انطلاق البطولة. خليني نفاجئك نقول لك انه قبل مباراة مصر والأردن، وقبل حتى ما نطيح في مواجهة بين تونس مصر، كان شق كبير من الشارع الرياضي في تونس، لأنه يعتبر المنتخب المصري من أفضل المنتخبات في البطولة، ومن أكثر منتخبات مرشحة للقب. أكيد هو الخطاب باش يتغير، لأنه المواجهة باش تكون مع المنتخب التونسي، لكن هذا اعتراف بقوة المنتخب المصري. فما جزء آخر من الطرح، إنه المواجهة هذه كابتن يمكن تكون فاتحة لمواجهة مرتقبة نوعا ما، الله أعلم إذا كنا نجم ونكونوا مع بعضنا في تصفية المونديال في الدور الحاسم. يعني هذه فرصة أيضا لاختبار زوز منتخبات، ولو أنه مش بالمنتخب الأول، لكن زوز منتخبات يملكوا عدد كبير من اللاعبين في الفريق الأول، وبالتالي نتصور هذه يمكن تكون بروفة قبل القرعة، الله أعلم شو بتحط تونس أو مصر. صحيح، يعني تعرف انت الجدل اللي تعمل في مصر وايضا في تونس، يعني خاصه بعد بعض التصريحات اللي صارت في مصر عند بعض الاخوه الاعلاميين، انه يقولوا المنتخب التونسي من اضعف الفرق حاليا في افريقيا، واحنا نحب نلاقي المنتخب التونسي، وبالتالي المنتخب التونسي سيجيب على الميدان ونشوفه. كله بيجيب على في الميدان يا استاذ مهدي، يعني كل التوفيق. صحيح، هو ده صحيح، كره القدم كده دائما في الملعب مش بالكلام فقط. انا بشكرك استاذ مهدي، ودائما بنسعد بتواجد اخواتنا التونسيين، واحنا بنتكلم دائما يعني اكيد كره القدم في الملعب وليس فقط في الكلام، ونحن عايزين نقابل مين دائما، يعني المجهود والاجتهاد هو اللي بيوصلك للمرحله اللي انت عايزها والهدف اللي انت عايزه. خلينا نطلع لفاصل وارجع اكمل مع ضيوفي في الاستوديو، وطبعا بقيه تقييمنا والاهداف اللي احنا كنا بنحللها مع حضراتكم. فاضل لنا الهدف الثاني والثالث، وايضا تقييم الدرجات للاعبين لمنتخبنا الوطن. هذا البرنامج برعاية طيب كمان معاكم، منورين يا كباتن، والله انتم منورين دايما يا كابتن رضا. نورك. خلينا نكمل اهدافنا اللي يمكن ابتديناها من خلال التحليل الفني الخاص بالاهداف.
ايه؟ هداف خايف من الماتش ولا خايف من لا إيه؟ من السؤال خايف يلعبك يا كابتن. قال سؤال السؤال بتاع الاهداف وتحليله لا هو عارف. طيب ماشي خلاص والله عندنا الاهداف يا طلعت الاهداف الهدف الثاني والثالث الخاص بمنتخبنا الوطني. انت برضه خفت؟ والله ما خفت. انت مصمم ان خفت كابتن الهدف؟ طب استنى، طب انا خفت على اي سؤال؟ الهدف الثاني، الهدف الثاني الخاص بمنتخبنا، هدف هو عصام الحضري كنت بتكلم. رفعت كابتن رضا، اتفضل كابتن رضا. الهدف الثاني ده بص لشريف تحركه والترقيصه اللي هو قطم بالراجل ثاني وداس عليها، والحلاوه بقى في الهدف ده فاروق ان هو رفع عينه وحطها لاحمد رفعت، واحمد بدون اي فلسفه حط بطن رجله. والميزه برضه كابتن من وجهه نظري، يعني لو شايفين معايا احمد رفعت ان عدد المدافعين كتير ولكن اثنين فقط واقفين في بوزيشن كويس لمنتخبنا، بس مش شايفين احمد رفعت يا فاروق. هو ده التحرك بتاع احمد رفعت، لان انت المدافع دايما بيبقى باصص على الكوره، ودي في ده خطا من اخطاء كره القدم. وجاي من بعيد، وجاي من بعيد، وهي دي اللي احنا بنقول ان انت لما بتبقى الكوره من ناحيه اليمين انت بتضم بتبقى فرو الثاني، وده التحرك اللي عمله احمد رفعت. كابتن كمونة، لا هدف حلو ملعوب شكله كده المنتخب متمرن عليه. فكمان انا ازعل منك بقى. لا امم دي يا كابتن، لا خلينا بص، خلينا نتفق مفيش حد بيجيب جون لما يكون حافظين بعض اكيد، ولكن طبعا فردية مهارية، انما يقول لك اتمرن عليه لا ممكن لا يكون اتمرن عليه. لا 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 كده نزعل منك، يبقى انت برضو خوف. لا والله ده طبيعي، انت عارف بيبقى التمرين بيطبق في الماتشات دي تبقى شغل مدرب. فانا شايف ان محمد شريف النهارده كان قايم بدور فعال من ضمن الفرص اللي محمد شريف خد فيها قرار انه يرفع عينيه إن هو ويعمل كمان كره بالعرض لاحمد رفعت. احمد رفعت خد خطوه قبل المدافع ببطن رجله جابها جون، فدي برده قرار. اعتقد ان كروش مما بيعتمد على محمد شريف بره عشان هو عارف امكانياته حتى خارج الصندوق، لكن برده نقطه مهمه اللي كابتن رضا بيقولها، تاثيره اكبر بيبقى موجود جوه ال 18 جوه ال 18 كلنا، لكن هو بيقدر يعمل اسيست بشكل جيد طبعا. طيب الهدف الثالث يا طلعت، الهدف الثالث الهدف الثالث معانا مروان داوود، اتفضل كابتن كمون عشان انت مكتشف اللعيب ده. مروان، لا انا عايز اقول لك كمان احمد رفعت في الكوره دي يعني مهاره غير عاديه، وابتدى يرفع عينه لفوق وعملها عكسيه الناحيه الثانيه اللي مروان جابها بدماغه، طبعا من الاهداف الحلوه قوي. الابداع اللي رفعت هنا والمهاره بالكوره واحد على واحد نجح الجون الحقيقه، ومن الاجوان الحلوه. طيب خلينا نروح لكابتن كمان يا فاروق. لا ما تنساش كمان ان اللعيب ده متاسس صح يا فاروق، ان انت لما يبقى موجود في الحته دي، لما يرفع كوره وموجود في الحته دي ان هيرفع احمد رفعت ان بيكمل الهجمه، دي حاجه كويسه جدا كلعيب. طيب انا مش هخليك الترضى يحلل الهدف ده، انا عايزك تديني عايز تحلله كابتن. طبعا طب اتفضل. لان كمونه خاف برضه يا برضالك. بص الميزه في الكره دي او في الهدف ده، بص احمد رفعت هي كره جايه له ميته، وفي اللي كان في واحد مش فاكر مين اللي كان شريف باين اللي عايز يخش ويخترق واتقطعت وجات له، داس عليها بمهاره ونضج وقام جاي رفع عينه وقام جاي حاططها، قال داود هات جون، يعني لو ما جابش جون دي كان لازم يتحاسب عليها. تمام، ناخد تقييمات اللاعبين يا كابتن بقى، ارقامهم سريعا بسرعه عشان وقتنا بينتهي. الشناوي 10. تمام 10 ما شاء الله. لان لولا هو النهارده الدنيا حقيقه. فتوح 8، احمد ياسين 5، الونش 6، عمر كمال 7، السوليه 7، حمدي فتحي 5، لاشين لما نزل 5، احمد سيد زيزو 7، حسين فيصل 4، مروان 5 عشان الهدف، مصطفى فتحي 6. بقيه اللعيبه اللي نزلوا كابتن، بص بقى 7 محمد شريف عشان الهدف اللي هو عمله، مهند لاشين 5، مجدي قفشه 5، 9 احمد رفعت. تمام، مروان داوود 6 عشان الهدف اللي جابه، محمد عبد المنعم اللي هو انا بقول محمد عبد المنعم ده لو لعب مكان احمد ياسين هيكسر الدنيا، 4 جدا كويس. مساك زي ما الكتاب بيقول. نجم اللقاء هل هو عمرو سرير؟ لا انا من وجهه نظري فتوح. فتوح فتوح واحمد رفعت لما نزل. تمام الشناوي. كابتن ابو الدهب الشناوي 9 فروق، ما انا مديله عمر كمال 7، الونش واحمد ياسين 6، احمد فتوح 7، احمد سيد زيدو 7، فتحي حمدي فتحي 8، السوليه 9، حسين فيصل النهارده كان موجود اديله 6، مروان حمدي عشان الهدف اديله 6، مصطفى فتحي يمكن النهارده كان متوتر شويه ياخد 6 فروق. تمام، بقيه اللعيبه يعني محمد شريف الهدف يمكن اديله 7، مهند لاشين 7، محمد مجدي قفشه
6 احمد رفعت انا بديله العلامه الكامله لانه 10 مروان داود لعيب جيد جدا ومستقبل منتخب مصر بديله 7 محمد عبد المنعم 6 كابتن كمونه. طب عايز تقول نجم اللقاء كابتن؟ لا نجم اللقاء السلية. السلية بامانه شناوي 10 فتوح 7 احمد ياسين 8 الونش 8 عمر كمال 1 8 عمرو السلية 8 حمدي فتح 8 احمد زيزو 8 حسين فيصل 6 ما دول كلهم 8 فروق حسين فيصل 6 مروان حمدي 6 مصطفى فتح 6 تمام. بقيه اللعيبه محمد شريف 8 مهند لاشين 7 محمد مجد قفشه 8 احمد رفعت 9 مروان داوود 7 محمد عبد المنعم 6 نجم اللقاء بالنسبه لنا الشناوي. لان الشناوي لو ما كانش تصدى الثلاث كور دول كان ممكن نطلع بكارثه. طيب اخر سؤال قبل ما اختم يا كابتن، لو منتخب مصر قابل المنتخب الجزائري في النهائي ده تفوق على المنتخب الجزائري ان شاء الله؟ يعني ماتش صعب. ماتش صعب جدا. خلي بالك بس الماتش اللي فات ده كان يعتبر ودي، هنكسبه 2-0. ايه ما تفتحش صدرك كده بس عشان لا افتح يا عم افتحش ليه؟ طب افتح انت بده وانت عارف. انا اتمنى ان احنا نكسب طبعا وناخد البطوله طبعا. انت اقوى من المغرب واقوى من الجزائر. لا اصل الماتش ده غير الماتش التاني كان ماتش ودي. انما ده دلوقتي ماتش على صراع البطوله. طبعا واخد بالك، فهتلاقي فرقه تانية وخلي بالك بقى يعني تفوق المنتخب المصري كابتن كمونه طبعا. وببارك لمنتخب مصر النهارده على الاداء والنتيجه. شكل تاني وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. تمام. انت تعدي تونس بس الاول تفكر في الدوره طبعا ان شاء الله. ومباراه صعبه هو فريق قوي. خلي بالك الملعب هو الفيصل كابتن. خلي بالك كمان يا فاروق ان انت اللعيبه التوانسه موجودين عندك هنا وحافظ طريقه لعب التوانسه، اكيد ان شاء الله تبقى مباراه صعبه تقدر تكسب ان شاء الله. صحيح كابتن، انا بشكركم. حبيبي كابتن رضا والله بتنور. حبيبي كابتن ابو الدهى. حبيبي يا رواد. خافش كابتن ابو الدهى. لا والله ما بخاف، انت بتطلعين. خلي بالك انتوا مطلعين اشاعه. انا ما بخافش والله. شكرا كابتن. بس يعني خلينا اقول لكم ان شاء الله منتخبنا يفوز في مباراته امام تونس. تاهل زي ما بنقول هدفنا والاستعداد، لكن الحصول على البطوله ده الاهم بالنسبه لنا. احنا ماشيين خطوه بخاطر ان شاء الله. المنتخب التونسي احنا نلعبه يوم الاربعاء الساعه 5 مساء يا كابتن ترند ان شاء الله. احنا النهارده ان شاء الله بامر الله طول ما انتم موجودين يا كابتن بتتكلموا فنيا بشكل جيد على طول، دايما ترند لكم نوع مختلف في التحليل، وده انا ببقى سعيد معاكم والله. حبيب. دايما بسعد معاكم. طيب ان شاء الله بكره تكون حلقه جديده من بريمو. مبروك لمصر. مبروك لمصر كابتن بوداب. طبعا مبروك كابتن رضا كابتن كمونه. وان شاء الله نسعد بحصول على الكاس ان شاء الله، كاس العرب لهذا الموسم او هذه النسخه تحت مظله الفيفا، وده حاجه طبعا هتبقى مختلفه تماما في الجو والاجواء العالميه اللي احنا شايفينها في قطر. خلينا ان شاء الله بكره هنكون مع حضراتكم من خلال حلقه جديده. صباح الخير.